اليوم ساعات زكي الجديدة في متناولكم، 5، 10، 15 أو 25 ساعة ولديكم الخيار. باقة 5 ساعات تمنحكم 3 ساعات نحو شينغيتيل، 2 ساعتين نحو جميع الشبكات الوطنية، و50 رسالة SMS ب5200 جيجا فقط. لتفعيل الخدمة اتصلوا على 5 9 0 2 0 0 5 مربع. باقة 10 ساعات تمنحكم 7 ساعات نحو شينغيتيل، 3 ساعات نحو جميع الشبكات الوطنية، و100 رسالة SMS ب9200 جيجا فقط. لتفعيل الخدمة اتصلوا على 5 9 0 2 0 1 0 مربع. وإذا أردتم المزيد لديكم أيضا باقة من 15 ساعة، 10 ساعات نحو شينغيتيل، 5 ساعات نحو جميع الشبكات الوطنية، و150 رسالة SMS ب12200 جيجا فقط. لتفعيل الخدمة اتصلوا على 5 9 0 2 0 1 5 مربع. ولمن يريدون التواصل أكثر، زكي يوفر لكم باقة من 25 ساعة، 17 نحو شينغيتيل، 8 ساعات نحو جميع الشبكات الوطنية، و200 رسالة SMS ب21200 جيجا فقط. لتفعيل الخدمة اتصلوا على 5 9 0 2 0 2 5 مربع. مع ساعة زكي التواصل أصبح أسهل مما تتخيل. إذا حراميديا تقدم سهرة توك. سلام من الرحمن موصول بالرحمة إلى من يهمه الأمر، على المحبة والسلام. نلتقي أعزائي المستمعين في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم السحرة توك. قبل دخول بداية الحلقة وموضوع الحلقة، لا ينعد تعقيبا لحلقة البارحة، ولله الحمد وفقنا الله سبحانه وتعالى عن الأخت أحلام في إيطاليا، ووفقت عنها جبرتها لهم موريتان، جبرت أخوتها وجبرت الحمد لله أهلها كاملين، وتواصلت معهم والد اليوم تواصل معهم. بالتالي لأن اتصال من أحلام في إيطاليا وأم اللي اتصل بأحد أخوتها، وبعدك إن شاء الله ندخل في حلقتنا الليلة. مولود، الرقم اللي أعطيتك قبل، الرقم اللي أعطيتك هو تلفن، تلفن ذاك الرقم اللي في إيطاليا. نعود وضيوف حلقتنا الليلة هم الأستاذ الدكتور محمد الجبريل والدكتور يوسف الحرمة الله، أعطى اللجنة التقديرية لقاء الشباب مع رئيس الدولة اللي جاري التنسيق له إن شاء الله لين حاوره موضوع اللقاء اللي هو أهدافه والشروط وذاك كامل إن شاء الله بإذن الله. طبعا الليلة تخلينا من الحلقة سلت شنقيت الأسبوعية اللي هي كلية تجمعها إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذا لا نتواصلوا مع أحلام مدة دقيقة ولا انتين نشوفوا كيف صارت معها الأمور، ونتواصلوا مع أحد الأخوة. طبعا هي جبرت أخوتها كاملين الحمد لله وجبرت، وأنا حدثني أخوها الكبير اللي قد سارها وكاتب المغرب مرات مزات صغيرة اللي تعد لها تواغض، وجبرت أخواتها اللي هناتين. مولود جبرتها اذا انتظار عنا نجبروها لهنا واصلوا حلقتنا. المهندسين نحن اصلا مهندسين الجزيره والبيسي مازال واحد جيت تخمم عنه يبار ويجي قضاء الطيب واحد من المولات يفوت 85 دقيقه يتكاحز عقبوا قاعد نبغانا. انت ما جبرت فيه. الو الو، وكون رقم لاني من دار. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ زين، مرحبا احلام. انت تسمعين تسمعين الحين؟ اسمعك الحين. احلام انت جبرتي اهلك؟ جبرتهم الحمد لله، شكر جزيل ليك بصراحة اللي ساعتيني أنا اللي نتواصل معاهم. البارح اتصل بيا أخوي محمد سالم وكانت الفرحة الكبيرة اللي
ما كنتش مصدقة اصلا. انا من يعني ممكن انني نتلاقى ونعرفهم، وانا دابا كل اللي كان شعور غريب، لكن الحمد لله. واليوم الإخوة ديالي الاخرين كلهم اتصلوا بيا وسمعت اصواتهم، الحمد لله. كنشكر الشعب الموريتاني اللي تعاطف معايا وشفت التعليقات على الفيسبوك، وكنشكر اي واحد علق وقال الكلام زوين، وكنشكركم كاملين. شكرا صراحة. شكرا احلام. اذا هذا احلام، الحمد لله، جبرت له وجبرت اخوته الحمد لله. اذا وصلنا باحد اخوته اللي جبرها اليوم، مولود بعدنا واحد من اخوته اللي جبرها. بارنا بي خلينا نبدو حلقتنا الليلة مع ضيوفنا الأعزاء اللي شاهد معنا في القاعة الرئيس ومرة القمون. ما كان في واحد أحمد جبت اثنين، ما شايتك بين جيب واحد جبت مرة ما جبت طالع هلال. ما هي مشكلة عادي. إذا لعت مولد ما رأيته خليه عليك، ما هي مشكلة. المهم أنا أحلام جبرته، لو كنا نختار نتواصل قلت والله شيء ياك نعرفه، بس محيلة جبرهم. على العموم يوسف، دكتور يوسف والدكتور محمد، دايما نبدو حلقتنا إن شاء الله معكم أنتم في لقاء الرئيس بإذن الله تعالى، وأمور وأخبار كاملين. لعت عندكم تليفون ديروه على سيلانس. بسم الله. سابق نبدو دائما نبدو ببيات شعرية، وإن شاء الله ما يعود بيات شعرية، إن شاء الله تعود عكس اللي بغاية أخلاوي إحنا. أحمد مطر عنده أبيات جميلة في أخبار لقاء الرئيس، إن شاء الله ما يعود رئيسنا نحن، جميلين جدا. يقول زار الرئيس المؤتمن بعض ولايات الوطن، وحين زار حينا قال لنا هاتوا شكاواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى ذاك الزمن. فقال صاحبي حسن يا سيدي أين الرغيب واللبن، وأين تأمين السكن، وأين توفير المهن، وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ذمن. يا سيدي لم نرى من ذلك شيئا أبدا، قال الرئيس في حزن أحرق ربي جسدي، أكل هذا حاصل في بلدي. شكرا على صدقك في تنبيهنا يا ولدي، سوف ترى الخير غدا. وبعد عام زارنا ومرة ثانية قال لنا هاتوا شكاواكم بصدق في العلن، ولا تخافوا أحدا فقد مضى لك الزمن. لم يشتكي الناس فقلت معلنا أين الرغيف واللبن، وأين تأمين السكن، وأين توفير المهن، وأين من يوفر الدواء للفقير دون ما ذمن. معذرة يا سيدي، وأين صاحبي حسن. إذا إن شاء الله ما يعود لقاء الرئيس حتى جبر ما يعود كي حسن بعين برا. إذا لقاء الرئيس الهدف منه شنو؟ أنتم أعضاء لجنة التحضير، الهدف من اللقاء شنو بالضبط؟ إذا بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبي الكريم. لقاء الرئيس مع فخامة رئيس الجمهورية اللي عنوان أنتم الأمل، هي عبارة عن ذكرى لرئيس الجمهورية، وفكرة من وجهة نظري تمتاز عن مثيلاتها بمجموعة من المسائل. أولا عنها إنجازها الكامل بكل حرية وشبابية انترك لمجموعة من الشباب. ثانيا الناس المستهدفة بها، نوعية الناس المستهدفة بها لاهي تخلق مجموعة من المعايير، لاهي تخلينا نقبل مجموعة من الشباب موريتاني. تمشي بوين؟ أولا المعيار الأول فيها الشباب الحريص ليلود الشيء الموريتاني، وهذا من وجهة نظري منطلق جديد، يدور الشيء لصالح موريتاني. هذا الشاب اللي هي ميزته الأولى ينطلق من 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 النجاح، من الطموح شعور النجاح.
معناه الفكرة هي عبارة عن خلق الله، إظهار صورة للشباب الموريتاني الحقيقي، الشباب الموريتاني الناجح، الشباب الموريتاني القاري، الشباب الموريتاني اللي ما هو قاري غير ناجح وعنده طموح وعنده خوف وعنده رغبة في المصلحة العامة، بغض النظر عن اتجاهه السياسي، بغض النظر عن 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 جميع المعايير الأخرى اللي قد تفرقنا، جميع اللي يربطنا أن نجمع نقعد في قاعة واحدة مع رئيس الجمهورية، نعرضوا هدفنا أن نديروا شيء من الأفكار اللي قايلين نحن عنها تبني موريتانيا تحت تصرف رئيس الجمهورية. وهون نزيد مولي نقول عندي الفكرة تتميز ب إن هذه الفكرة تتميز عنها، تتميز عن مثيلاتها ب عن ما هو لا له يجو الشباب ويقدو الآلية الفنية اللي ينظم بهذا اللقاء تخليه مولي مميز وتخليه أهدافه اللي لا يحقق أهدافه المتوخات منه يقدر يحققها فعلا. بحيث نعطي الدكتور محمد مثلا ذم شروط للناس اللي مثلا شارطينها باللجنة، الناس اللي تتلاقي مع بعض؟ لا ما في شروط، الناس كاملة مفتوح، الشباب كامل مفتوح قدامه. الشباب تقولوا ليش احنا نعرف بعد قاعد نحن الشباب عمر محدد من مين؟ نحن الشباب نقولوها لحد كان عنده من 18 إلى 40 سنة. إلى 40 سنة؟ إلى 40 سنة. الأمم المتحدة قايلة بأنه من 18 إلى 35 قال نحن مشينا إلى 40 والمهم عندنا أهم عندنا حتى الوطنية، أهم عندنا روح الانتماء، أهم عندنا حد عنده مشروع يبقى يطور به وطنه. المشاكل كما قال الشاب اللي كان واركة في قصيدة باطل اللي قريته لنا واركة حقيقة الموجودة، الشباب يعاني عنده مشاكل، يقال الشباب لابد من الشراكة أيضا في إيجاد الحلول لمشاكله، وهذه العملية تدخل ضمن إشراك الشباب في اتخاذ القرار، إشراك الشباب في تنفيذ القرارات، وبالتالي كل شاب عنده تصور لحل المشاكل المطروحة له. هو لابد يكتب لكم تصور، هو لابد تماما عنده خانة يكتب فيها أفكاره والله مشاريعه اللي يعني من, 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 من الشروط واحد عن العود عنده كاتب تصور معناه حد ما دارش فيك الخانة ما تخلص مشاركة نهائيا ما تخلص مشاركته غير مولي فماتي. نحن عند عدة معايير، إذا لا سلكسيون ما يد على خانة واحدة، على عدة خانات نحن خرصوا نجاحاته. هو يقدر يعود على سبيل المثال ما عنده من المستوى العلمي اللي قد يطرح تصور المشروع، يا غير هو من خلال تجربته نجاح في مشروع محدد، وبالتالي قد يعود مثال للشاب الناجح اللي ما وصل مرحلة من التمدرس تسمح له بأنه يقدر يشتغل. طبعا يعود عنده مشروع يكتب لكم في ماتيه، هي الاستمارة. قد ما تشتغل الشيء هذا غير تشتغل المشروع. تماما هي الاستمارة. بقول لك شن هي نجاحاتك المهنية ونجاحاتك ودراستك المهنية، شن هي هدفك من ذا اللقاء، شن هي مقترحاتك اللي وأفكارك ومشاريعك اللي يتقدم لذا اللقاء. نختار هون نوه على نقطة مهمة عن الدافع لها اللقاء. كيف قلنا قبل تحت يافطة الوطنية وشي يقدم الموريتاني، وبالتالي نحن ما نهاملين عن فم شريحة كبيرة من الشباب الموريتاني قلت تعود ما تستخدم قاع الانترنت، قلت تعود ما قد تكتب وفيها مبدعين. من هون نحن كلجنة منظمة ومن دافع من دافع وطني لهي نسعى بكل جهودنا لأن منا يعرف منها حد، والله منا يعرف حد يعرف منها حد، لين نحاول نوصل له بأي طريقة وسواء كان في الداخل وسواء كان في مكان. ومن ذا المنبر مولي داعين كل شاب يعرف أي شاب موريتاني ناجح في مشروع، يعرف أي شاب موريتاني ما يقدر يستخدم الشبكة، ما يقدر يملي هذه الاستمارة اللي عندنا، وحاس هو عن عنده أفكار فعلا قد تخدم موريتاني، أنه يتصل به ويحاول يساعدني يكيد دخانة عليه، والله يتصل، والله يخليه يتصل بنا احنا كلجنة تحضيرية. انتم لجنة تحضيرية قد قاعد يتصل بكم ديركت بدون مباشرة؟ عندنا مسؤول إعلامي وقد حد يتصل، عليه بشكل طبيعي. عندنا مقاربة، عندنا مكاتب يشتغلون. جابوا معنا عنه الرجال كي قال لك شبكة عنكبوتية والله أنت ما تعرف استخدامه، عدد ملف ويكتبوا يجيبوا لكم فما تيجي المقر.
والله والله بدنا نعطوهم الارقام عليه مباشره على على الاثير. يتصل بكم؟ يتصل علينا. والله والله انا على سبيل المثال توفر فيه الشروط تعود مباشره انت. والله والله هو نحن المهم عندنا ما نختار نحن نعود هم الاداره عن الشباب الاختيار يبقى للشاب ولكن نحن متاكدين من الشباب عنده شباب ياسر منه عنده افكار يقل للاسف الشديد كما قال الاستاذ يوسف موجود في الداخل وموجود في مناطق وعره معناها صعيب الاتصال على الانترنت وبالتالي نحن طالبين من الشباب اللي مثقف اللي عنده اكس على الانترنت بانه يتم دائما يدير بعين الاعتبار بانه يطلب يتم يعاون ذوك الناس اللي عندهم اقتراحات والله يجيهم على الاقل يقترح لهم بانه قد يقدم لهم عون يبقى للشاب اللي صاحب الفكره القرار بانه يشارك ولا ما يشارك نحن موجه هنا تياه ما نختاروا نعودوا معنا زاد نختاروا الشباب كم يشارك يقدر هو حر بانه يشارك ولا ما يشارك فلا انتم جاي معناها رجاج جاي على القناه تمام 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 هو قاعد يزيد نزيد الفكره انه هو الى جاب نحن لين نحاولوا هذا الشاب اللي حسينا ولا قالنا حد ولا اتصلنا به ولا اتصل هو بنا احنا مجرد نعودوا مساعده له في انه يملي هاي الاستمارة مالي صحيحة ياك لأن جميع الشباب اللي لا يخطروا في اللقاء كامل هم لا بد يعودوا منقورين من هاي الاستمارات بشكل متساوي تطبق عليهم نفس المعايير زين واللقاء شلا يعود كيف تقريبا هو اللي يعدل في منين وشلا يعود كيف ندرى الشباب حوار مع الرئيس ندرى كان حوار مجماعة ولا فراغ جيد اللقاء لا يعود أولا لا يعود في جامعة نواكشوط فت جامعة العلوم والطب الجديدة ديك الجديدة اللي هو كانت إياها ولا هي يلتقى فيها الرئيس مع الشباب كامل ولا هي يعود لقاء متساوي في الفرص أمام جميع الشباب من مختلف الفئات ولا يعود فيما بعد بعد اللقاء في اليوم الموالي لا يعود هماتيها ورشات الورشات اللي تعود متخصصه الى 10 ورشات من 10 ورشات كلها متخصصه ميدان معين من التنميه ولا يتقاسموا الشباب الورشات ولا يخرجوا بتصورات لان يجمعوها في اطار وثيقه لا هي في الليل على سبيل المثال نعدوا عندنا مأدبه عشاء في القصر لان تقدم رئيس الجمهوريه على شكل وثيقه الامل اللي يسموها وثيقه الامل وهي اللي لا تعود الوثيقه اللي تلخص ما عاد قدش بأفكار الشباب كاملة غير تلخص معظم عن الشباب قدوا ما يتلقوا مع الرئيس قدوا ما يكلموا مباشرة غير يعودوا في القاعة ويحضروا وتشوفوا انتم أفكارهم لا هو قد الأفكار الأفكار كاملة تعود حاضرة الأفكار غير هم الشخصية غير تكنيك ما معناها زاد تقنيا معنا 400 شخص اللي عاد يجمعوا في ليلة واحدة لكن الدكتور ياسر الناس يقول عن هذا جانب الإطار الحامل الرئاسي وعنه لا يعد يكون نوع من الرمات في العيون رئيس بيتبارك مع الحملة وبالتالي جاب لي الفكرة دي بالنسبة للعكس رئيس الجمهورية أنا قد نظر لها من زاوية أخرى عن رئيس الجمهورية عنه إنسان شجاع اللي مازالت من بين 14 مع الحملة وله يقعد مع 400 شاب من نخبة المجتمع هذا ما هو بسيط لا رئيس قدامه حملة لا يجي نخبة مجتمع احنا الناس اللي قابلين في هذه المعايير الناس ما هي بسيطة ناس تمتاز بالنجاحات الأكاديمية ولا النجاحات العملية معنا عنها نخبة المجتمع ظهر لي عن هذا العكس انه يقدر عنه نوع من الشجاعة ونوع التلواد للمصلحة العامة ثانيا من منظور اخر نحن كشباب مجرد وصولنا وتحاورنا وطريحنا المجموعة من الافكار قد تفيد موريتانيا تبنيها من قبل رئيس الجمهورية هذا بالنسبة لنا مصلحة يعني يطبق ان الشيء اللي يمتاز به هذا اللقاء كيف ما الفكره اللي اشار لها الدكتور محمد الطريقه اللي حاولنا عن ونشيد هون بعدنا احنا كلجنه كنا نحن هم اللي نديروا اللقاء بشكل شفاف وبدون تدخل الطريقه اللي اخترنا عن نعد ننظموا به اللقاء فنيا طريقه تتيح للشباب عنهم يطرحوا افكارهم بشكل شفاف وحر وفرضنا فيها والله درنا اقترحنا فيها وعدلنا وطبقنا وهي اللي تصير عن لا يتعود فيه لجنه متابعه معناها انت السيد الرئيس لا يلتقى بنخبه مجتمع نخبه مجتمع لا تسمي وثيقه معلنه امام الملأ معناها انها عند جميع السياسيين عند جميع وسائل الاعلام عند جميع انت اتفقت مع الشباب على النقاط كذا 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 داروا تحت تصرف رئيس الجمهوريه كذا كذا من الافكار قد تفيد موريتانيا لجنه المتابعه لا يتابع هذه الافكار ظهر لي عن هذا كامل منين يجتمع انه حد خرسوا بغض النظر عن مصلحته هو الشخصيه بغض النظر عن موقفه هو السياسي المسبق خرسوا لا ظهر لي عنه لا هو اللي يعطي يقدم موريتانيا هو اللي قد يعدل شيء موريتانيا اختار نضيف هنا تياها بان السؤال المطروح هو
كما قلنا نحن الشباب يعاني وعنده ياس المشاكل، يا غير الشباب ايضا ملي ما هو مشرك في العمليه. نحن نعرفوا بان اذا مشينا في السياسه نحن لانه عاده الشباب يستخدم في اغراض سياسيه، واذا مشينا معنا زاد اتخذنا الوسائل المتاحه كيف القبيله والمحسوبيه نعود تخلينا على مبادئنا، وبالتالي الشباب قدام حقيقه مشكل عويص، وهو بانه ما هو شايف راسه ذي الدوله اللي هو ينتمى لها واللي يحلم بانها تعود كيف تدول. ومدرك كان اللقاء فعلا لا يتيح له عنه يشوف راسه تماما. ذا هو السؤال هنا تيها. انا اللي طرحت فكره كاع من قال لي عندك الفكره اللي توصل بالضبط من 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 الطريقه اللي كنا نفكروا بها عن هذا اللقاء. يعود هو عباره عن لقاء اي شاب يسوى في نقر القاعه ويسوى خارج القاعه يخرصوا في التلفزه يشوف فيه راسه يشوف فيه نفسه. هذا هو اللي حاولنا ان ننسجه من خلاله المعايير اللي نخطروا بها الناس. معناها بعباره اخرى هو لا يعود فيه فرصه لمناقشه الافكار ليله السهره، لا يتعود فرصه، وانا بعد هي المهمه عندي ان لا يتعود فيه فرصه عن هذه الشباب لا يتتقسم شور ورشات علميه ولا تتجابر هي وتناقش مصلحه موريتانيا وتناقش افكارها على ضوء على ضوء ياسر من الورشات اللي لا هي يعودوا يعالجوا مختلف المسائل اللي تمس المواطن في حياته العاديه. وراه هو لفت الانتباه اللقاء ما يناقش الا امور الشباب. دكتور محمد طبعا اللقاء جميع شرائح موريتانيا فيه طبعا الناس كان بدون استثناء الشباب كان ممثل. نحن قاعد سابقنا معنا زاد نحن مركزين على المعايير اللي كان يقول لك هذاك الاستاذ على المشروع على الانتماء على معنا زاد حب الانسان بانه يشوف وطنه في صوره احسن على 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 المعايير اللي نحن بالنسبه لنا واضحه في الفورميلير، ومن خلالها وعلى طبعا نجاحات في الدراسه لان احنا ما قد حد يجيب لنا تصور نكوبيهم كلي. نحن نشوفهم ملي يا كان قد نعتمدوا مشروعه كانوا عنده المؤهلات العلميه الكافيه على سبيل المثال بنعود هو تصور الحقيقي. ما ترى كانت تعدل مقابله شخصيه مع الواقيسه مع الشباب سابق هذا والله ما تعدلوا معهم؟ ما فتنا عدنا قالت معني انا راك ما نجيب لكم التشخيص زين وعود ما هو تماما ما فتنا عدنا مقابلات ما فتنا عدنا مقابلات. ما ترى كانت ناويين عنكم تعدلوا ناويين بدنا نعدلوا مقابلات. كم الشاب تقريبا؟ نحن لا عاد عندنا 400 شاب. يعتبر عندنا 400 شاب نعم. بديت اللقاء لو تدفع 400 شاب. البداية كانت 200 ولكن على زمن. وانت كانكم تاحين فرصة للخارج. الخارج. الميلو قال عنه قديش في الوقت المناسب مثلا. الخارج اعتمدنا لهم فكرة أخرى لأن غالبية الجالية الموريتانية اللي كوفو واللي تقدم مع عن فم ما شاء الله في مختلف أنواع أرواقيش غير الطلاب يمثلوا نسبة كبيرة. طلاب ما يقدروا يلتحقوا به. إياك يعود فم تمثيل شامل ومعايير واضحة للخارج. اقترحنا عن جميع الافكار اللي تجينا بشكل مميز اللي نتصلوا بهلها اللي ننقروا منها مجموعه معينه عدد معين ونتصلوا بهلها ونعدلوا معاهم تسجيلات على سكايب وتنبث بشكل مباشر في لقاء رئيس الجمهوريه. هذه هي الطريقه اللي اعتمدنا. طبعا العليات والرجال اللي كان طبعا الشباب بالنسبه لنا الشباب تعني الشباب والشباب بالنسبه للمراه الشباب عندكم نسي الى 40 تم لا شاب بعد واحده هون فكره في قضيه تمثيل الشرائح. عندنا احنا تمثيل الشرائح قاع كامله تمثيل العليات وتمثيل الشرائح الوطن. احنا حاولنا نعدلوا شيء يليق بالشباب بالنسبه لنا لا هي يمثلوا جميع الشرائح يقر ما هي يمثلوا لا بشكل شكلي. انا ما نلود لا المراه توفياك تجي امراه لا لا هي نلود المراه اي امراه موريتانيه شافتها لي تفخر بعنا فعلا ممثله معناها امراه مؤهله امراه عندها فكره امراه قاريه. لا هي نلود للشرائح الوطنيه كل حد منهم شاف اللي جاي يمثله ماني لا قابل توفر قاعد جاك يمثل الشريحه. هذا درناه بعين الاعتبار ومركزين عليه مهم عندنا. ومدراتكم تقريبا ثلاث فصل كوبات راح 400 4000 عدد المشاركين 4000 عندنا 4000 عندكم غربله راكاتين للمراكز تماما عندنا غربله ولا تعود على مرحلتين مرحله الاولى نحن اون بروسيد بار اليمناسيون معناها ان الاقصائيه هذا اقصائيه معناها ان اولا نقصوا عنا الناس اللي ما عندها افكار ولا الناس اللي على سبيل المثال ما معلوماتها ما هي مكتمله الفورميلير ومن بعد الصالح ولينا نحطوا المعايير واحده بواحده ونعود فما تيها ترتيب حسب النقاط اللي يحصل عليها كل مترشح. إذا لانقيسوا الفيسبوك والمتصلين إن شاء الله. إبراهيم أبا فيسبوك قال السلام عليكم زيد تحية لك ردوف الكرام. هذا قال اللقاء لا ينتظر منه أي شيء وإنما هو عبارة عن حملة انتخابية سابقة لأوانها. الرئيس قال لقى الشعب ولم يتغير ويتحسن شيء والآن لقاء الشباب لن يحمل الجديد. بالنسبة لي هذا اللقاء يختلف عن لقاء الشعب. لقاء الشعب معني مع فكرته هو عبارة عن عرض من رئيس الجمهورية المجموعة من الإنجازات مقتنع هو أنه عدلها عرضها على الشعب لتقييمها بشكل سنوي. هذا اللقاء لا يا 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 شباب موريتاني تعالوا اقعدوا شوفوا شنو هي مشاكل بلدكم
ناقشوها واقترحوا لنا فيها مقترحات. أنا لين عود واضح وصريح عن منين يجي رئيس الجمهورية ويناقش مع هذا النقاش بشكل شفاف وواضح ونشوف نتيجة من هذا اللي خلق وتخلق فعلا لجنة متابعة ويطبقها بحالته واستخدموا رئيس الجمهورية في الحملة والله استخدموا في الرواية أنا صحة تماما معناها ما في عندي تعارض بين حد يعد الرواية صالحة ويستغلها سياسيا ما في عندي أي حرج منها إطلاقا. هو أنا بالنسبة لي الشباب يالتو ينظر لكل المشكل معناها الجوهر معناها زاد المشاكل المطروحة قدام الشباب الحقيقية. أنا في نظري بأنه ما يقد الشباب يوصل زاد المكان اللي يليق به معناها زاد في طرح تصوره وفي تنفيذ تصوره وفي الدولة اللي يبقى يعود يبقيها تعود معناها زاد النظرة اللي عنده الموريتان شموهنين يعود مشرك وبأي طريقة قد يشرك. نحن كما قد تركت إياها السياسة مسدودة قدامنا نحن اللي نجي المؤسسات فماش من كل اللي ما في مقيا حلك عم بلو وقاعد بلو معناها انه إرادة رئيس الجمهورية بأنه يدعي الشباب ويطرح تصوره ومن ثم يشركوا إشراك حقيقي هنا تيها ما هو كيف لقاء الشعب حنون شوي ثم دائما تقارنونا بين لقاء الشعب والشباب. الشباب ما هو بس يطولا بأنه لقاء الشعب فيه ياسر من السياسة وفيه ياسر المحسوبية وفيه الولدات وفيه الناس وفيه معناها زاد رؤساء القبائل وفيه ياسر القضايا اللي نحن ما مطروح أنه هناتيها. نحن مطروح أنه هناتيها أفكار حقيقية تنموية مطروح أنه قرار يالتو على سبيل المثال رئيس الجمهورية يشرك به الشباب إلى عاد فعلا الشباب يمثل الشباب معناها زاد إلى عاد شباب حقيقي عنده أفكار حقيقية وعنده نية بأنه يطور وطنه. هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نحن نشوف هي روسنا في دولتنا نقدر نتماو بها. رائع. يحيى عبد الله قال السؤال قال ما هو دور كل من ضيفيك في هذا اللقاء؟ أنتم اللجنة بعد قاعد تنسقية كم درجات؟ اللجنة التحضيرية. والله التحضيرية. اللجنة التحضيرية نقول عنها عبارة عن مجموعة من الكفاءات اللي ممثل فيها جميع أنواع المجتمع اللي هي من نفسها مطبقة عليها نفس المعايير. معناها عنها عبارة عن مقبولة لا على نجاحات معدلتها مقبولة على أفكار دارتها مقبولة على نجاحات أكاديمية عندها زاد هي مقبولة لا من الاستمارات من الأوائل الناس من الاستمارات من أوائل الناس اللي شاركت بالإضافة كان في المعيار أوائل الناس اللي منين شافت الفكرة تكلمت عنها كتبت عنها مقال أو عدلت عنها مقابلة أو عدلت عنها كذا هذا هو بالإضافة للنجاح كانت الشاف عنها من البداية نهارها الأول خاض إعلان هذه هي كانت المعايير في اختيار لجنة التنظيم. وهم كم قبل من لحد الآن نحن عندنا 8 أشخاص لجنة التحضير 8 أشخاص ودوره شنو الدكتورة يوسف الدكتور محمد التقاسم عندنا نحن نتقاسم الادوار عندنا طريقه عمل معنا زاد قعدنا عدلنا نوتر عدلنا طريقه عمل تقنيه ومهم عندنا قسم العمل شور ثلاث اربع مراحل فما تيها اعداد الورشات فما تيها لا كومينيكاسيون نحن الليله جايكم في اطار عمل معنا زاد اعلامي تواصلي مع الشباب نختار نشرحوا لهم شنو هو اللقاء شنو هذا وشنو طرق المواصله هذا يعني ما فصلتوني انتم والله انتم كاملين اللي شي واحد نحن قال لجنه التنظيم لجنه التنظيم عندنا مسؤول اعلامي طبعا يا غير راح نقول لك بانه الاسماء ما عندها معنا زاد بالنسبه نحن ما عندها اهميه الاهم مهم بالنسبه لنا العمل انا ويوسف على سبيل المثال والسعد في لجنه الاعلام داكور اعضاء لجنة الإعلام يقال نختار نقوله بأن أعضاء في اللجنة التنظيمية بيالي أنا قد نقبل دور في لجنة الورشات في نفس الوقت اللي نحتاجوني في الماتين قد نجون عدل في دور بالتالي التسميات ما مهم عندنا حتى مهم عند العمل ونجاحه وضامنين نمولي للشباب من المنبر بأنه لا يعود لقاء خاص من نوع متميز لأنه لا نظهروا فيه قدرة الشباب حقيقة على تحمل مسؤولياته وعاقلين فيه المسؤوليات ما نطرح عليه لك وما هي أهدافه هذا اللقاء أهدافه بالنسبة للأهداف قاع تبليات بشكل دقيق في على صفحة اللقاء لهي نضيف شوي لقضية التموقع نحن حاولنا شوي نخلو عن التقليد المعروف من التنافس عند السياسيين على المناصب من التنافس على كذا احنا عندنا فريق عمل واحد فريق عمل شبابي كلنا يحاول انه يشتغل بكل جد بكل اندماج بكل في كل بليده كلنا يعدل العمل بطريقه منهجيه وعلميه معناها درنا العمل كلنا منسق كلنا مسؤول اعلام كلنا مسؤول كلنا مسؤول ورشات هذا ياك يوضح هذه الفكره قضيه الاهداف قدنا نعطيها له بشكل مختصر احنا درنا
إظهار صورة الشباب الموريتاني القادر على الإسهام بدور فاعل بتنمية البلد. التعريف بالشباب أصحاب الأفكار. إحنا ظهرنا عن فم ياسر من المبدعين في موريتانيا، الشباب اللي عندهم مشاريع عندهم أفكار. الدولة اللي هي المشغل الأساسي، حتى المشاريع حتى القطاع الخاص ما هو متعرف على ذو الشباب. نحن من أهدافنا من اللقاءات تعريف ذو الشباب أصحاب الأفكار، تعريف أفكارهم، تعريف بهم هم كقوة في سبيل خدمة الوطن. طبعا إتاحة فرصة للتعارف وتبادل الأفكار بين الشباب موريتاني الأمل. إحنا عندنا عن الشباب الموريتاني اللي هو قاع من نفسهم بيناته فاصل في جابر ويقعد ويتعارف ويطرح الأفكار. الخروج برؤية شبابية هو الهدف التالي، الخروج برؤية شبابية شاملة لمختلف التحديات التنموية اللي تواجه موريتانيا، تواجه البلد. اللجنة قالت فاتيس، اللجنة اللي تقوم بفرض الملفات على أي أساس تم اختيارها؟ هي هو اللي شرحنا حالا قبل شوي، قلنا عنها عبارة عن لجنة عبارة عن الأفكار، لجنة تحضيرية. هي لجنة عبارة عن ناس شاركت، هي أول الوقت من أول الوقت شاركت في البرنامج، عندها نجاحات أكاديمية والله نجاحات على مستوى الأفكار. ذم معيار آخر عنها، هي أول الناس كتبت بشكل إيجابي عن هاي الفكرة والله بشكل واضح. السؤال اللي بزلنا معاه سيرة الأستاذ يحيى عبد الله، قال ما هي الضمانات لعدم سرقة أفكاري ومنحها لغيري؟ لعدم الأفكار قال للسرقة ما ينصرف. السؤال جيد، شفت هنا زياء هو أي مدى مسؤولة؟ نحن نعرف المسؤوليات الملقاة على عواتقنا في تنظيم اللقاء وفي ضبط وبدنا نوصل رسالة الشباب إلى رئيس الجمهورية وبالرئيس الجمهورية من اللي يطمئن على سير العملية. شفتوا الضامن الوحيد بأنه قد يحتسب بأن فما تيها الواقيش أمناء أمثاله هو قاعدين على العمل وبينهم ما معنى زاد الصلة بينهم، ما هم أصحاب ولا هم لا تجمع حزب، ما يجمع حزب سياسي ولا يجمعهم معنى زاد مصلحة مشتركة على أساس يقدوا يغيروا الفكرة. نحن بالنسبة لنا نجاحنا يقتضي بأن الشاب يشوف راسه في اللقاء، معناها الشاب اللي يجي يقول أنا ما كنت نتصور بأن موريتان فيها شباب يقدوا عدل، يقول أنا فريما معنى زاد مني مقتنع بهذا التنظيم خلق في إطار جيد. أنا عن طمأنة لا يتوكل على الله زين النية يتوكل على مولانا، يتوكل على مولانا ويعرف إنه أمنا على عملنا ونعرف مقدار المسؤولية الملقاة على عواتقنا وبنو على كل حال الإنسان مولي. قالك لماذا الموقع يرفض التسجيل؟ يرفض التسجيل، هل هذا متعمد تقنيا؟ لا الموقع لا يرفض التسجيل، وأعتقد إنه فقط أعطيناه كونتر إكزامبل اللي عادي يرفض، ما يرفض التسجيل. والدكتور جبريل أهل مكة تدرى بشعابها حد من أهل الإنفورماتيك تقنية ما عنده مشكلة، لأنه نحن دايرين على جوجل وجوجل هي أحسن تقنية اليوم معلوماتية. طبعا اللي نعود على سبيل المثال خلى خانة والله شن خانات ما عمرها والله تعرف إيش المعلومات اللي زايد على القرض يقدعوا. قالك لماذا لا تكون الأفكار المشهورة معروضة حتى إذا سرقت فكرة أحد الشباب كان لديه الدليل على ذلك؟ نحن من هنا نختار من اللي قاعد كان السؤال بقضية أخرى مهمة. بين الشباب للأسف الشديد ياسر منه يقول نحن أنا فكرتي اللي نعود قدام رئيس الجمهورية اللي نقوله. نحن كلجنة التنظيم لهين نقدموا أفكار الناس، حد مازال فكرته في مخه نحن نقدم على زاد سلكسيونوه، وبالتالي مطالب من المنبر بأن الشباب يعود واعي. أنت يتعود فكرة بصالح موريتانيا يعطيك تنشرها ويعطيك دافع عنها ويعطيك دير عليه في الإعلام، جميع وسائل الإعلام اللي استفاد من الوطن. أنت نجحت في هدفك، إذا عاد صار هدفك هو تنمية الوطن، ما تعود حد يتخوف على فكرته ما دامت فكرتك تخدم الوطن. يعني نقعد عندي فكرة في التعليم يعطي نقيس واحدة من وسائل الإعلام لسيت ويب ونكتبها ونشرها، الصحة لله استفاد منها ما دامت مصلحة الوطن. وهذا هو اللي يعطي فهم الشباب، حد ما العلم يعطوا ينتشر العلم ما يعطوا لا العلم ما يعطوا. أنا عندي أنا كأستاذ من هنا نختارك تعطيني بيتيت بارانتيز بسرعة، أنا كأستاذ دائما ننبه التلاميذ وننبه العالم كامل على العلم يعطوا ينتشر، العلم يعطوا معنى زاد يدافع عن الناس تنشره، معناها الأفكار ما دامت بمصلحة الأمة ما دامت بمصلحة الوطن يالت تنتشر ويالت ما يعود متخوف رجاج على تسرق فكرته. أنت ما عندك جابر أمبري مقابل الفكرة، أنت هنا تيا مقدم فكرة تقدر تعاون الناس اللي في البطالة كما قدون يكريوا لمشاريع كما قدون حلوا مشاكلها، لأنك طالب من عند مولانا بن ذي السلطة معنا زاد رئيس الجمهورية بن يتبنى فكرتك إياك نحل المشكلة، لأنك أنت ذو تصورك بأنه حل، وبالتالي ما ياتك تعود متخوف على أن تسرق والله يبغى رجاج آخر. هذا بالنسبة لي أنا معنا زاد. إذن بالنسبة لك يعني قال لك الأستاذ محبوس تحية، قال السلام عليكم أخي زيد وحييك وحيي ضيوفك الكرام وأشكرك على هذا اللقاء، وأقول مستخدم الشعار أمان الصندوق الحد، أريد أن أعرف لماذا أغلب لجنة التنظيم لا يتواصلون مع الشباب عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي ويردون على الأسئلة وعلى الأقل على السلام بصراحة.
عليه السلام بصراحة قال أرسلت رسالة ولست وحدي لضيفك الدكتور محمد وجبريل نعم. وسعد بو نعم. ونجوى كتاب عبر الفيسبوك نعم. الفيسبوك ليسأل بعض الأسئلة المتعلقة بالتسجيل في اللقاء فلم يرد منهم سوى نجوى أنظر الصور المرفقة أعطيني طبعا طبعا فهذا مؤشر غير جيد إذا لم يكن هناك تعاطي مع الشباب المعنيين باللقاء طبعا شوفوا ما يخص التواصل مع الشباب عارفين نحن عندنا ياسر من العمل نعدله ونشتغلوا حكما الى تعود العاشرة الليل ووسائل الاتصال مع الشباب نحن اقترحنا بان تعود عندنا خطة إعلامية الخطة الإعلامية نحن عدلنا برامج تلفزيونية يا غير ومعدلين برامج معناكم من الفيسبوك انا الفيسبوك ده مو ريبونت انا معاك قاعد هنا تي ده مو ريبونت على بعض الشباب اللي يسولني مشال الصور هون من الرواية انا هو غير قد يقعد جبرني مشغول انا ده هو قاعد معك هنا تي ده مو ريبونت وحده هنا تي كيف بسوليني قال لك اريد ان اسال الضيوف برايهم لماذا تم اختيارهم دون غيرهم من الشباب هل كانت هناك وساطة أم اختيارهم دون غير بين أشخاص كثيرين إذا لم يكن هناك إحراج يعني لا ما في إحراج ما في إحراج شباب موريتان ما شاء الله أنا نختار نأكد لكم من المنبر بأنه الشباب ما شاء الله متمكن وعنده ياسم الكفاءات وصعيب حد يختار منه 5 من دون 5 والله من دون 20 أخرى والله من دون 100 شاب عنده الكفاءة وعنده إمكانية من النظام ذا اللقاء كما قال الأستاذ ماتي زايد عليه القلب اللي فاجأ أبو مرتين هو طبعا لابد من 5 رواقيش والله 10 رواقيش إياك ينظموا ذا اللقاء الشباب ما قد ينظموا كان وبالتالي لابد من يختار 5 قيادة 5 تعد من خيرة الشباب وأنا حسب معرفتي بالمعزات اللجنة اللي نشتغل معها إن شاء الله من خير شباب موريتاني مثقفين وعمليين قال لك كنت أود أن يمثل الشباب بجميع أعضائي في لجنة التنظيم حملة الشهادات والكواسة إلى آخره وأرجو أن تختار اللجنة الشباب يمثلون حقيقة واقع الشباب الموريتاني عاطلين عن العمل الشباب بدون كفاءة شباب ضائع فقير يبحث عن شيء يحل فيه أرجو أن لا يتم استخدامه من أجل تمرير أجندة سياسية بمعنى أن يستخدم هذا الشعار في الحملة القادمة كرئيس الشباب مثل ما استخدم شعار الفقراء واستغنى عنه عندما أصبح رئيس فقراء إفريقيا لا منادم ذاك اللي منادم ذيك اللي غلب أحطبها قبط وزادته طبعا مشالي قضية قلت أنا كمشغول لك سعادة إلى أن نجلس وزير الثاني من البرنامج دو ست مسابقة والمستمعين الكرام إذن شنقيت المشات اللي دول السيلة ذهما وبالتالي واحدين هم يقولي ما تم تطرح السيلة الثقافية هي الشركة هي تمشي للسيلة موانا وهي اللي السؤال الأول يقول كيف نفعل خدمة الانترنت 3G اليومية وبكم تفعل السؤال الثاني كيف نفعل 5 ساعات من موريتانيا الشهرية وكم سعرها وكم فيها من الساعة لشنقيتل وكم من الشبكات الأخرى السؤال الثالث كيف نفعل 5 ساعات من زاكي الشهرية وكم سعرها وكم فيها من ساعة لشنقيتل وكم من الشبكات الأخرى والسؤال الأخير ما هي خدمة التاي لدى شنقيتل وكيف تفعل وكم سعرها خدمة التاي لدى شنقيتل وكيف تعالى وكم سعرها أرقام الهاتف كالعادة 45-29-12-12 و 45-25-62-62 ومدى حيد مشينا حد منك شباب ألو السلام عليكم ما شاء الله مرحبا تسالتي ما شاء الله الحمد لله ترفع حساك الفوق يا اخي نسمعو الو مرحبا تين سانتور يا اخويا مرحبا وسهلا حياك الله يا الخير ها الو الو انا استنيت اخويا نعم تفضل اخويا ايه معك محمد سوي من تونس مرحبا استاذ من وين تتصل انت؟ توفي علي تسلم تنبضغ وخيرت انت اخو احلام ايه مرحبتي انت شحالك ياك لباس ما شاء الله ياك الخير ياك ما وجعك شيء كل شيء بخير الحمد لله احلام كانت تتكلم معنا قبل تقريبا 20 دقيقه والله سمعت ومحمد سالم نختاره توسولك على شعوركم بعد وجودكم اخوتكم بعد 30 سنه من الفراق والله ما قد نعبر عنهم جزاكم الله خير هم اللي عزتونا هاي الخدمة ما عاد تخلص. وانت كلمت احلام مباشرة؟ طالب منكم وطالب من مدير الحالة المدنية. قطع الخط اذا راه اللي عنه طالب من مدير الحالة المدنية عنه يسهل الامور لاحلام ياك تبغى جواز وتبغى الامور وتجيونات الموريتان طالبين نحن من الجميع. اذا مشينا حد متصل. الو. زايد حياك الله. مرحبتي. راني نحييكم حيي ضيفك الكريمة. مرحبا. أنا معك سيدي بوي محمد من بازا. مرحبا أستاذ سيدي بوي.
تقول في الحقيقة لا ينخلعوا بعض أهل السيد السلامة ما ماني من أهل المسابقة. أنت مالك من المسابقة، أنت من أهل المشاركة. لا ينخلعوا بعض. والله تقول أراني حي الشباب اللي معاك. في الحقيقة الإنجاز والله نزمن إذا قام به فقامة الرئيس محمد عبد العزيز لقاء الشباب. غير نختار ينطرحوا له مشاكل الشباب ككل. الشباب الآن يمثل 70%. نرى عن ملتان لاحظ أكبرنا أكبرنا عدد سكان أنا جبروا أن يقبلوا 70% من الشباب. نرى عن يارس هنا فيها تخليق اهتمام بالشباب، هنا فيها مثل مولي عالية من الشباب الحاصلين حاصلين على الشهادات العالية. في الحقيقة الآن هم يكوتوا إما أمام الإزارات وإن شاء الله مشاهدين مولي عمي تخليق أي مؤسسة لك أكبر عمال. والله نشوف العسكر هم بعض منهم هم يكبروا كنادرة والله شيء تجبر من شباب ألاف الشباب طابور من يتألف من ألاف الشباب اللي في الحقيقة يلوذوهم من روحهم العمل. نرى زيارة الدولة هناك إياها تفت على الإنجاب الشباب تحد مشاكله تحاول يكان توفر له العمل تحاول يكان تعرف له شيء أو الشباب العاطلين عن العمل اللي قراوا 30 سنة 25 سنة وعاد النتيجة يجي لتراعي فيها لا تاي ولمراد ولا شيء. لما هم 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 أنا ظاهر اللي عم رجعوا للدولة أساسا. نعم نختير شكرا أستاذي وصلت الفكرة. نعم هو نختير الشباب اللي معاه انت في الناتياها يطرحوا ظروف اللي يعيشوا الشباب الآن أمام رئيس الجمهورية. تحياتي لك. تحياتي لك. خلينا نعطيك رد على المتصل. إذا نبشروا عن بعد قاع ما هم نحن هم اللي نطرحون، نحن كلنا لا يطرح فكرته هو على رئيس الجمهورية إلى وتحت الفرصة كيف الشباب كاملين يقار قاع نبشروا عن 400 لا يتعد بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية ولا يتطرح هي أفكارها وتناقش مع شباب أخرى إياك تمرق زبدة ملي من ذي الأفكار ولا يتوقع بها وثيقة كيف ما شار الدكتور قبيل وتسلم رئيس الجمهورية وتنقرأ قدام الملك. أنا كنت ملاح عندكم أداة توصيل وتفاصيل نحن أداة غير ملي مشاركين زاد نحن ولا تتحمل المسؤولية وراك الرئيس يعد ذاك اللي فم 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 شي من فم شي نحن حريصين على أن اللقاء ينجح حريصين على ان اللقاء يعود له ما بعده واذا نظلوا نناقشوا عند اللقاء يعود له ما بعده لو ما بعده انتم ما عندكم انت تلحقوا الوايل للرئيس لو ما بعده الرئيس ما يصل ترك ما يصل لو ما بعده لا جزاه الله خير انا ما عاد تعدوا نحن 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 ايماننا راسخ بان رئيس الجمهوريه عنده نيه صادقه بانه يشرك شباب واحسن طريقه يشرك بها الشباب انه يصنت له فيما بعد يشرك شباب في تنفيذ افكاره ويشركوا في القرار معناها يشركوا في طريقه اللي قد ذو المشاريع ذو التصورات اللي عاد الصبح للنهار الاخر موريتانيا اللي يتبنى منهم واحد الحكومه اللي يتبنى منهم واحد من ذي الشباب اللي طرح التصور بالنعود هو اللي اسمها المباشر والله هذا نيه عندنا نحن على كل حال منظمين الان يقير نيتنا حسب عملنا بين ذي الشباب حقيقه ذن لي كومبيتونس اللي عندنا بانهم ما يقدروا يتموا في الشارع ومعنا زاد يصوروا هي غير الدكتور يوسف تقد تضمن على عنكم انتم كلجنه توصلوا لافكار الشباب وتبلوا روهم منين يوصل الرئيس يا غير تنفيذ ما تقدروا تضمنوا لا 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 وقع ما يقدر حد يضمن الرئيس الشاطر عد ذاك اللي الله غير وما يقدر حد يضمن السيد الرئيس شوفوا نحن اللي نعود ما قدرنا نضمنوه معناها انه ما نقدوا معناها انه ماشي معاه في مسرحيه بما في كلمة معنى معناها اللي يقولوا بذي حملة يقدوا يقدوا صدقوا كلامنا وركاتي نحن على إيمان تام بأن الرئيس اللي يجبر أفكار حقيقية من الشباب ويجبر الشباب وهامه بأنه يشتغل وينفذ مشاريعه ويقدم موريتانيا للأمام أنا على يقين تام بأنه لا يتبنش من أفكاره وأنه دوره يدافع عنهم وده هو الهدف ركاتيها نحن ما ياتنا نقولوا نحن عندنا مشكله البطاله ونقعدوا دي مشكلتي انا نقعد شاب باطل ياتي نتخمم بني نجبر عمل ما نجبر عمل كري مؤسسه نقعد ما نقدر كري مؤسسه ندود اي عمل يسوى شنو نحل به مشكلتي ونشقل معايا ثلاثه ولا اربعه اذا خلينا بالتصل تماما الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله مرحبا تسيرتي مرحبا يا مرحبا من معايا؟ واحد قال محمد من المحمودي أو خير محمد من المحمودي الإعلام الكبير إيش طار ياك الباس؟ الحمد لله ياك الخير ياك ما يزعجك زين ها بالحقيقة أنا أختار نقول لك أنكم بطبيعة هذه الشابة الموريتانية المغتربة قصرا يعني في إيطاليا أنكم أثبتوا أنكم متميزين وأنكم أفضل من الآخرين بعد الشهادة صراحة تسبيح أكد لكنه من الصعب ومن النادر البرنامج البرامج عادة في برامج متخصصة لجمع بين
الناس اللي متفرقة تمضي سنوات تعد البرامج إياك تجمع شخصين بينهم سنة وغير السنوات ناجاب رمنا بنت لها 30 سنة ما قد شافتها بها وفقتهم في الحقيقة وهذا نجاح كبير صحيح بخاصة. أنا أعتقد أنكم ما يخصر في لحد التروك أننا دائما أنتم مفاتحين للناس اللي عندها بلاغاتنا أنه أعلن في النهاية المقصود والمقصد والهدف هو خدمة البشر ووفقتم ومبروك الله يجازيك من أكبر مؤشرات النجاح في الله يجازيك محمد الميز أكبر برامج موريتانيا وبارك الله فيك زايد. مرحبا محمد الميز محمود مراسل قناة دبي القطرية بارك الله في هذا القال نبقي نعلق عليه شوي لصحراء ميديا صراحه مؤسسه عليه تفضل استاذ القال نبقي نعلق عليه شوي عن هذا عن اولا شكر لإذاعة صحراء ميديا كامله يقرموا لها البرنامج حقيقه من البرامج اللي قدت تطرح ما ولا وحده تطرح جميع المشاكل تطرح جميع باسلوب السهل الممتنع هذه قدت تشد الاكاديمي قد تشد الطبيب قد تشد أستاذ الجامعة قد تشد صاحب ميشلين كان هو اللي تودي قد تشد جميع أطياف المجتمع أنهم يتحاوروا وتعلمنا وإذا فاصلين فينا إحنا كمجتمع موريتاني عدنا نتحاور ونقعدوا عادي ما في شيء ضف إلى ذلك أستاذ زايد أسمح لي ضف إلى ذلك بن شفت البرنامج ما كان قد ينجح لو كان ما كان فيه إبداع الأسلوب والطريقة اللي اخترعها زايد أنا بالنسبة لي تمثل دور نحن شبابنا إحنا شبابنا قد جبدع وعنده الأفكار وذا هو اللي تماما انتم هنا تتمثلوا الشاب الناجح الله إن شاء الله وفقنا وفقكم ويعطيكم شاكم اللي رن أنا رئيس قلت له عنه اللي عدبون عدنا له لقاهم لا تبغوا شو القصة لا تبغوا تبيعوا دكان في تينيزي ولا كارفور لا عاد عندكم تصور عن الإعلام تقولوا شاركوا مشي لا عاد مدحي ألو الو الو مرحبا الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا بس مرحبا سيدي الو الو انا اتصلت لك استاذي السلام عليكم وعليكم السلام استاذي كيف حالكم يا مرحبا قال عبد الرحمن مرحبا استاذ عبد الرحمن انا نبغي بعد نقول للشباب انهم اذا عادوا الشباب وقارين تموا لنا او بروسهم عند السيد اللي ما تليق بالشباب رجال شاب وقاري مثقف يلا تعود عنده رؤية حقيقية واضحة ما هي تم يستعب على عقله ما يلعب على عقله السياسي ولا يلعب على عقله الرئيس ولا ويلا عوده من نفس الشاب واعي يعرف الوضع يقرأ هو من رأسه ما تنقل هذا هو يعمل لك الشباب اللي معاك يا غير حاول عنك تفهمنا القضية تقول انه يلعب عندك ملاحظات على عندي ملاحظات على الشباب كان يعود على الأقل نقدر نخدعه مرة واحدة للشباب إذا أنت لا توصل الفكرة للدكاترة اللي معايا لعنهم الواحد في الخداع الدكاترة والشباب كامل الدكاترة ومثقفين واعين ومدى محترمة أنا بعد شخصيا كشاب نكبرهم عنهم يعودوا قاعدين واحلين مهزلة هذه نقدر نقول إنها مهزلة إذا نقدر عملها مهزلة ما يبقى شيء مهزلة تقول أنت لاش يا أخي شباب يعدوا نقول لك لقاء الشباب لقاء الشباب لعبة ما ينزاد على اللعبة أنا بعد شخصيا ونظر نبغي الشباب كامل تعدوا عقاد إنه ما يلا كيف تقول عن اللعبة أنت معاك الدكاترة شين المعايير اللي شين اللعبة عندك عن شمن الشباب دكاترة مثقفين يحلوا في الجوغ اللعب ألو نعم استمع لك جيدا أخي ألو أنا نصنت لأخوي قلت لك المعايير قلت عنه لعبة على أساس قلت عنه لعبة على أساس اللي هم كشباب يلا يعودوا الرؤية واضحة لهم كيف؟ ما هو مضاك الرأي حنقول لك نحن الرئيس عندنا ما نعرف نحن ليه كان الرئيس نعرف اللي معاه كامل من خلق سابقا رئيس ما رفات قعدنا وقال انه رئيس الفقراء على مدى 4 سنوات والله 5 سنوات انت انسان انت بعد مسألة واحدة ما يلا ترجع له وهو الشباب ما هو تبع الشباب حد يعدل شيء ما هو عدل مع لقاء شباب ما هو محتاج إلى الشباب عدل مع لقاء الشباب محتاج إلى حد يطرح الخط هو الشباب يطرح خطة كيف مثلا نقول لك لقاء نهارات الخبراء تطرح خطط واضحة لي يا أخي وتطبق هذا هو المحتاج هذا الدور ومحتاج أنا رائع جدا ما هو محتاج لحد
قول انا لهنا رقم الدون درات حد اللي سبب الاخوه فيه الكفاءات والدكاتره اللي معك السيط ما في يوم واحد الحمد لله لين دار لما استلم عينة والله عاد تعود هو من نفس الدور عنده 100 خطه جاهزه لبناء الدور هذه الخطه على الاقل للناس اللي ظاهر منها المثقفه تنقضى وتندار تعدل تطبق ما ادري ما هو تعود لاحت رؤيته مخالفه للاشخاص المقربه والله مخالفه لرؤيه رئيس هذه ما يلا تطبق هذا هو اللي يعرف خويا هذا نعود واحدين فيه نحن هذا نعود واحدين فيه حقيقه نعرف عنه بالضبط ما يديروا خلق الشباب والشباب يعد الشباب ايش لا يخرج يخرج من لقاء الخبراء شباب واضح جدا اذا الدكاتره الكرام يقول لك لعبه و... حتى نختار مجاوبا دور جاوبك ان شاء الله على كل حال مثل هذا النوع من الاراء تسمعنا بانه حمله سياسيه بانها لعبه غير يعتبرها هلول الناس على انه نوع حمله سياسيه ولا شوف لعبه شوفوا نحن كشباب يلتنا من ذا الموقع نقولوا نحن شو هو العائق لماذا نحن ما نعودوا كيف على سبيل المثال بالدول اللي راقيه قدينا نعودوا في مركز القرار قدينا نعودوا نواب قدينا نعودوا مدراء قدينا نعودوا اصحاب افكار كبيره قدينا نعودوا كتاب قدينا علاش سؤال مطروح وعلاش اللي نجاوبوا على السؤال اللي نجاوب على السؤال لا هي يفهم مقزى لقاء رئيس الجمهوريه مع الشباب نحن ما عندنا من الوسائل كما قلت لكم انا اياك نوصل فكرتي اياك نقعد في البرلمان وعندي جميع الوسائل العلميه والفكريه اللي نقنع بها الشباب اللي عنده افكار يا قارين نقلص شو الساحه للاسف الشديد الشعب ما فتح من الوعي اللي قد يدرك بان انا هو اللي ياتي انتخبني على قرار واحد اخر والله فلان يوسف على سبيل المثال والله اي شاب مثقف الخطاب مثقف وشفنا الاحزاب السياسيه كامله اللي تبنى خطاب ذوك وهو واضح بانها صناديق الاقتراع ما جبر فيها شيء السؤال المطروح هنا هو بانه ذا الشباب لابد من يشرك وإشراكه لابد من عود في إطار دمجه في العملية التنموية ومسلسل التنمية على قرار على قرار على قرار ذكروا للمتقى منطقة الكفاءات أنا كنت فيه كخبير محلي وبالفعل طرحنا نفس السؤال الشباب طارح كان طارح نفس الأسئلة نحن قلنا لا يشاركوا في اللقاء وطرحنا فيه ذلك كوماندا سمسينة والشباب قلت لقاء قلت لقاء لا نقولوا لك وكنا فيه وقلنا نحن ما نقدر على سبيل المثال نجوا وقالوا هما على سبيل المثال كانوا الخارج ما نقدروا نجوا الوطن ونبقوا وطننا ولا نشوفوا فيه أمل ولا نشوفوا لا مسرحية باركات ياها الدولة ما تعدلش نحن جايين ومستعدين أول شيء أول ركومنداسيون غير شيء كي قالوا أول ركومنداسيون أول ركومنداسيون نحن طلبنا من تعدل مؤسسة تعنى بمشاكل الكفاءات والمقتربين موريتانيا الخارج والحكومة الجديدة شفنا ذي واضح بان خلقت اليوم وزاره مكلفه بالشؤون الموريتانيه في الخارج. يعني نتيجه اللقاء انا كونفيرمي هذا نتيجه اللقاء بين اللي قعدنا 6 سوايع مع الوزير وشرحنا له بكل وضوح بان احنا ما عندنا مسرحيه الشباب ما يقدر يقعد يتعب الشباب اللي في الشعارات في الحمله يا غير شباب مثقف ووازن عندهم انتر بانهم يتعاملوا. يعني انت عندك فكره عن الواحد في ما هو لعبه ولا وشو عنه قد يغير كيف اللي خلقوا معنا انا عندي ثقه تامه بانه ما هو لعبه. ولا هو مسرحية وداعي الشباب أنه يشارك بشكل مختصر ظهر لي عن الشباب الموريتاني نطالبهم بعنهم يعودوا إيجابيين شوي أنا كشاب إيجابيين معناها ما هو اللا اللي نطرح أنا راني ماني قايل عنهم مؤدرجين وعنهم عندهم زاوية سياسية معينة ينظروا من هذا وبالتالي دور فشلوا هنا أنا قاعد لا نقول عنهم سلبيين مع التعاطي مع الفكرة بشكل عام ما يتواسى أنا كشاب موريتاني يضرب مثال براسي أنا كشاب موريتاني شفت فكرة والله إعلام في التلفزيون منين يعود يطرح هل لديك أفكار لبناء موريتانيا هذا يلفت انتباهي أنا كيف هو لين عود طرحت التساؤل وطرحت كندا تخزية وطرحت كندا كذا وتصل بي بمعايير أنا هو أدرى بها رقاج نحن هم اللجنة المنظمة حالا اللي فتنا طرحنا معناها ما ظهر لي عن المنصف ولا من العقلاني يجي واحد يقول لي انت الواحد في لا مهزلة انا اكثر المعلومات اللي عندي انا منه حالا من المعلومات اللي عنده هو بوصف عني عضو لجنة التنظيم ظهر لي عنا متقادين لين عودوا كشباب موريتانيين الاثنين لا يعودوا عندنا لا من الجيل المتوسط والعادي ما عندنا وساطة ولا عندنا علاقة مباشرة بانو متصل استاذ مدحي الو الو السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال سماسي يا مرحبا وسهلا معكم سيداتي ورسالي كيمي كيفه مرحبا استاذ سيداتي من كيفه شاكرينكم على البرنامج شكرا جزيلا استاذ سيداتي
ونختاركم تستضافونا محمد الحافظ الأستاذ الكبير والبحر الخضم محمد الحافظ الأحمدي. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا أخي. مشينا حد استفاد حيد. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام زايد أحمد فادي. مرحبا سيدي. تحياتي لكم عاد السفير. مرحبا السفير إشتاري. تحياتي لكم الحمد لله. مرحبا. تحياتي بضيوف الكرام. شوف هو أنا بعد اللي قال له ضيوف أنا ما أقنعني ما شوفت شيء. بيجي أولا هما قاعد حاكمين يعني مع حاكمين عن الرئيس عن الموني السياسي وعن مسكتي ومع الطابق في اللي قال. أنا أشوفهم يبدون مني. يجدون يفعلون ما عند تحامي من دام تجمع على مثل الشارع وتطرح له رؤية يجدون من الوزراء المتخصصين عندهم كلهم عنده في واحد في قالوا عندهم هموم الوطن فيهم مشاكل ويتكلم عنها ويرفع عندها ما في دراسته وإرادة تقرير موضعه ما موجود تحامي يستبر يستمعيات واسمه وانت جاه في آخر عمر للمؤمورية الماضية. يا اخواني شباب بعد جوازة راهن جالس لغاتي في طبقة سياسية ومشعلية لكن ليس بياتي سفير دير النقاط للحروف وقول لعات عندك السلام ملاحظة واضحة والله جاية لنقولهم على جاسم في طبقة سياسية جانب وجانب لكن جانبي الله كافيها يقبل النبي انا ارى انا اكبر مخدوع في بعض الشباب اللي معك ديلي جوازة نقعدوا دكاترة ومجاع عندها مجتمع معين من المعرفة تنطوع عليه النوع من الخدع لو انه يتعرف عن ما عنده إرادة ولا عندهم اللي قدر عن نفسه حتى يجابونه وقع يجابونه يعني انت تشكف عن السيد الرئيس قد ينفذ الأفكار اللي يعطوه الشباب لا موش ما نقدر ما نقدر نصورها يا هم اللي ما نقدر نصوروها هذا مجرد مناورة سياسية ومعدلة ملي أنا ضحية الشباب اللي يلا يعود شوي عنده مستوى معين من وجه القدرة نحن راهم ما شاركوا في ثراتي ولا دعوهم ولا يا أخواني لا تتخلوا هذه المنظمة العسكرية اللي ما يلا بعد يعني شخص نظامنا وما قالوا مو سياسي نحن مستثنى سياسية نحن مستثنى على النظام الراسي ونحن هو السنة العالمية السابقة نشارك في المنزل به بنقول عن مستثنى مع النظام نظام انا ما عندي مشكله ماديه ولا مشكله زعمت يا طيب مشكله كبيره دوله ودوله مدنيه غير حقوق كاملين يشاهدوا من المشاكل من الازمات مشكلتك في راس النظام عنه نظام مو قابل حوار ولو قابل حد ينعس واخر حد مو معاه قاسي وحد هم ينعس به يجمعوهم الشباب يقعدوا مقرر بهم يضحي بحقيقه واضح جدا استاذ سفير عندي شويه متصلين بداخل البيت بالعجلة بين الوقت ما تيسح أستاذ زايد راني شاكرك وشاكر الشباب اللي معك الدبيتة مرحبا الدبيتة اللي تقول أنا استبر مهمة والشباب اللي معك هذه المبادرة كان طالبها الرئيس الجمهورية منهم والله هم اللي طالبينها من الرئيس من درا كان الشعب الموريتاني مثلا تقريبا 4000 اللي حسب اللي قالوا العزاء جاتوا قريبا 4000 شاب من ترى كان الشباب لا النخبة هي اللي لا يستقبل الرئيس الجمهورية ولا يستقبل الناس كاملة ولا نقول رواية أخرى أنا 2009 متذكرين 2009 رئيس الجمهورية قال عن الشباب عنه مهمش ولا عن الشباب ولا يعدد للشباب ولا يعدد للشباب من ترى الذي قدم للرئيس الجمهورية للشباب شنو هو ولا يطرح ولا يطرح سؤال اخر. انا كنت اكتب رسالة. الدكتور اكتب رسالة بين الله هي يجي الاعلام مباشرة وراك الاعلام هو العدو. زايد. سؤال اخير ربما. سرعة دبيته. بدي تقول. لين نقول لهم هما. العون عبد العزيز انا خادع الشعب الموريتاني كامل. خادعهم في دكار وخادعهم في موريتاني. ومن دون هما شنو عندهم ضمانات عبد العزيز عنده موري خادعهم. رايك. هاي الشباب اللي هو هون. ما عنده شيء وحل فيه هو شنو هو زين حتى شكرا جزيلا استاذ دبيتا اذا نقع مع الاعلام مده دقيقتين ونرجع هات فرحات مش انقتل الفرصه على اعتراف تلفون ما عنده مشكله شاش بي اللي قلت لهم داروا له هذه التكفيرات من نفس الحجم عن زي بوتشيك تلفون الرحال مش انقتل فرصه نادره فيها الراديو ولا عندها مشكلة الشرج والتعريف بهيئة هاتف الرحال من شنقلتن جهاز ما عنده مشكلة الشرج وفيه إذاعة وهذا كامل لابا 12 الفوقية رحال
est un téléphone fixe sans fil avec d'excellentes connexions internet. الرحال كجوني أريتي أنا ودي فايدة تلفون أو أنا ودي رجو نودي إنترنت تي ألاتي على الفبنجي شرقول تلفون فيكس بيغن رحال كاتشا غانتي كنا مغفري أسرسال إني يعني كنا وقرال لغو المغوشري أغري دي جونكو مغوتو أغوبي نوجين تاملو فيلو بانيا رحال بشنك تل تلفون فيكس لبو أمول فيل تدي جا في شرش تلفون بي أي سيمينيتم يو نيو لغ تلفون بي أمنا رجو تي فوكي جونك نيار كسي ليجار باقتنائك لهاتف الرحال تحصل على 3 بطاريات إضافية زائد شاحن كهربائي زائد وصل للإنترنت. أنتم من مشتركي موريتاني وتحبون تصفح الأنترنت؟ اكتشفوا باقة روجي الجديدة من موريتاني ب 300 وجية، استمتعوا ب 150 ميجا صالحة لمدة يوم كامل. لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة 590 نجمة 3303 مربع. ب 2000 وجية استفيدوا أيضا من 700 ميجا لتصفح الأنترنت لمدة أسبوع. لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة 590 نجمة 3302 مربع. ب 7000 وجية استفيدوا من 2 جيجا لتصفح الأنترنت بكل حرية لمدة شهر. لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة 590 نجمة 3307 مربع. هذا العرض المميز لا يقف هنا، يمكنكم أيضا الاستفادة من تصفح لا محدود للأنترنت ب 10000 جيجا فقط صالحة لمدة شهر. لتفعيل الخدمة اتصلوا على نجمة 590 نجمة 3310 مربع. وأيضا ب 10 جيجا فقط استمتعوا ب 1 ميجا من تصفح الأنترنت لمدة غير محدودة. التفعيل تلقائي مع تنوع باقة عروض تروجي من موريتاني. تصفحوا الانترنت بكل حرية. موريتاني، افضل خدمات جي اس ام في متناولك. اذا عدنا والعود احمد. دكتور يوسف، مجموعه من الاسئله طرحهم المتصلين الاخر والسفير ودبيتن دورك تجاوب لهم بسرعه عليهم النقاط اللي في البدايه. لين نوضح قضيه سياسي، نحن في اللجنه التحضيريه للقاء الشباب ظاهر لنا عن موريتاني عندها ياسر من بلادات اخرى تشد فيها السياسه، تشد فيها اخبار السياسه، ولا يقدموا لي شيء منها يفصل عن السياسه. قال رؤيتنا احنا لهاي غير سياسي بعيد عن السياسه، نقولها لاش. نحن عندنا مادة هي الموالاة وهي هي اللي في الحكم، وعندنا مادة في المعارضة. هؤلاء الأطراف الاثنين حد منهم لا يجي للقاء الشباب، نبقوه يتخلى شوي عن أغلبيته ذيك ودعمه إلين يناقش أفكاره اللي تخص موريتاني. معناها ما هو جاي من منطلق عنه لا يدافع شيء لاحق ذا لاحق وشي ما هو لاحق. الناس الأخرى اللي عندها طرح في المعارضة زاد هي ندوروها تفسخ درعت السياسة ذيك الليلة. بعبارة أخرى هي المعارضة مادة تلود للسلطة وهذا طبيعي ومشروع، والموالاة مادة عندها السلطة والدور الحفاظ عليها وهذا طبيعي ومشروع. منين عدو جايين من المنطلق؟ معناها عن ذاك اللي في الموالاة لا يجي هدفه لا يصقل وتوف شيء لا يثبت للسلطة، وذاك اللي في المعارضة لا يجي هدفه لا شيء يدير الأصبع في ذل حاكم ياك هو الصبح يقبل السلطة. هذا الطرح منين تم هو الماشين به ما قدو نبنوا موريتاني ولا قدو نتوافقوا على شيء. خلونا للسياسة في بليدات السياسة، وخلونا هذا لقاء يجمع شباب موريتاني لا يناقشوا أفكار قد تفيدهم في تنمية موريتاني بغض النظر عن موقفنا السياسي المحكم بشكل واضح. هاي سياسية وحتى حول يغير المسألة يدخل فيها الرئيس يدخل فيها لقاء مرانا يدخل السياسي. لا، الرئيس بما يرمز إليه من رمزية الرئيس معترفين كاملين عنه رئيس الجمهورية. معناها نحن نتحدثوا له ما هو باسمه رئيس حزب سياسي ولا فصيل سياسي، احنا لقاء الشباب تحت مع رئيس الجمهورية بغض النظر عن موقف عن 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 وإذا هو قاعد يقول الدستور ورئيسنا كاملين رئيس المعارضة ورئيس وكل آخرين. باختصار هذا هو باختصار معنا عن القضية اللي واحد هو قضية عنا احنا الشباب مخدوعين وعنا الشباب كذا وعنا الشباب وعنا ظاهر اللي عنا احنا شفنا فكرة اقتنعنا بيها ولا نجاوب هون في نقروا سؤال كان احنا هم الطارحين والله هو الطارح. هاي فكرة من رئيس الجمهورية. نحن
جينا وناقشنا ناقشنا الطريقه اللي ينفذوها به وفعلا اعطتنا كافه الصلاحيات جايه من رئيس الجمهوريه وعطانا كافه الصلاحيات فيها ونكدوها على عبر الاذير معناها عندنا احنا مجموعه من الشباب منقوره كدنا ما كان يعرف الاخر منقوره وفق معايير قنعتنا احنا قنعتنا احنا هاي المعايير اللي دقرنا عليها قنعتنا واشتغلنا كطاقم عندنا نعدلوا معايير واضحه وشفافه هي لفتنا شرحنا قضيه عن 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 ذا من قالنا عن لا يخرج وعن دائما يخزبين وعن دائما كذا وعن دائما كذا نحن في تنظيمنا للقاء حاولنا عن اللي قدو نطرحه من معايير تعود ضمانه عن ذا اللقاء يعودناش وعن قد استفاد منه موريتانيا وعن يعود خطوه الى الامام ما بخلنا فيه معناها لاول مره يخلق لقاء لا تعود في لجنه المتابعه لأول مرة يخلق لقاء ليتعود الناس حرة ومقبوضة بطريقة شفافة واضحة تطرح أفكارها بشكل واضح لأول مرة حاولنا نبعد السياسة اللي دوره ما يرغمون عليه وهيشون عليه وينتقدوا عليه احنا حاولنا عن نبعد السياسة ياك تعود الرواية رواية فيها لا مصلحة موريتانيا وطنية تشملنا كاملي رايا إذن المعايير شو هي بعد يعني اللي كنا راك تقول المعايير نرجع نعيدها باختصار نحن قلنا عنا له هنا قبله شاب في خلال كتابته يمتاز بالوطنية. معنا عندكم أنتم مين تعود دور الاختصاص معناكم منعتوا الناس اللي مثلا ما عنده اختصاص لا 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 ينضيفوناتي لا ينضيفوناتي تماما كل رجال مجال اختصاص وتقول عنه يجيب كذا هون هون لا ينضيف فكرة بما أن جات هذا الاتصال من شاب من كيفا نحن نسينا هنا ما ذكرنا بأن في حوالي 20% من الناس اللي تشارك لا يتعود ناس ما عندها شهادات وبالتالي ينتهز الفرصة إياك أن نذكر الناس اللي في داخل أنتم إذاعتكم ماذا تسمعون في حدود داخلية كيفة ونوائب هل تصنعكم كيفة؟ الكيفة أنا تصنع لي واحدة من كيفة دركاتي هل نقول لهم بأن حتى الناس اللي ما عندها شهادات يا غير عندها هي تصور بنها يالتها تشارك وبنها تقدر تشارك وجميع الأبواب مفتوحة قدامها هنا تيا يالت حد يعرف بأن النجاح نحن قلنا النجاح المدرسي والنجاح العملي أنا بالنسبة لي امرأة عندها تعاونية ناجحة قد تشغل مع 20 امرأة وعاد عندهم دخل يقدوا يعيدوا به أسرهم هذا نجاح في حد ذاته وعبرة للعلايات اللي قاعدات في الصالونات ما يعدوا شيء فهمته وبالتالي ذا النوع من الشباب ذا النوع من 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 أنا زادي من أصحاب الأفكار مطالبين بأن نكتشفهم أنا مطالبين بأن نسمعوا رأيهم لجنة مستقلة تعود ما أنتم كاملين الحمد لله رئيس الدولة وحفظه الله وقامت الرئيس ما تعود من لجنة مستقلة تعود مثلا معروفة على المستويات قد تنظم بعيدا عن الرئيس مثلا الرئيس بعيد عن ياك الحزب ياك ما يعود من التدخل والله نوع من التقارب من الرئيس هذه نعتبر عنها لجنة هو الخالق حالا نحن هذه لجنة ما عندنا أي علاقة بالدولة ما فينا حد يحمل صيفة ما عندنا أي ولا علينا انتماء بعد لا في فرق نقول لك روايه رئيس الجمهوريه اول اتصال عندنا به بهذا الفكره عندنا مد شافت اعلام في تلفزيوني عن فكره معينه عجبته كتبت عنها واتصل بها شنو تصوركم عن هذه الفكره تقدروا تشتغلوا معنا على اساسها بدنا نشتغلوا معناها عن ذا يطلع مكشوف واضح بكل صراحه ما عندنا علاقات سابقه برئيس الجمهوريه ولا بالحزب بشكل واضح ما فينا حد فاعل من الشروط اللي كانت مديورة ما فينا حد فاعل سياسي بشكل بدرجة كبيرة هو أنا كلنا عنده انتماء سياسي يقر وما هو عيب ملي على كل حال أنا بالنسبة لي العاقل هو اللي من موقفه يقدر نسمع فكرة زينة أنا نين نعود في المعارضة على سبيل المثال ونسمع فكرة زينة من النظام هي في مصلحة الوطن ما يعطي نقشرها ونعدنا ما يخالقه وعكسيا نقعد في النظام ونسمع فكره في المعارضه جيده وطنيه يارتي نذمنها هنا تياها القضيه قضيه وطنيه معناها يارت حد يخلي عنا ذوك الاعتبارات الضيقه انا بنسميها الاعتبارات الضيقه اللي عن تحصل عند ياسر الوقيش انا كل شيء قد مرق منه على سنه الاسبوع نقول انه ما هو مهم ولا الحمله ولا اساسي وسلام يا قريات تنفكر في وطني يا تنفكر انا ايش قدمت الوطني وش قد نقدم الوطني وش هي الفرص المتاحه لي الفرص المتاحه لي الفرص ما هي متاحه كل نهار معناها حد جبر فرصة يقدر يسمع فيها صوته وعنده مشروع حقيقي إلا نسمع بها ونعمة والصحة اللي لا يستخدمها إعداميا وسياسيا يقدر يستخدمها المعارضة زين الشهر زاد نواكشوط قالت مساء نور الزايد طيب كريم ضيوفك عندي سؤال الضيوف ما هو الضامن للشباب المشارك أن يقدم فكرة الرئيس دون أن تتدخل الهيئة المنظمة للقاء نحن عندنا أولا أقصد دون تدخل من الشباب المنظم مما يحد من حرية طرح الفكرة ثم تعدل الفكرة أي تعدل تماما 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 شوفوا هنا تيا عودوا عارفين
بن نحن قلنا نعود لقاء شفاف. معناه شنو؟ معناه اللي نقبل رئيس الجمهورية قرار بأنه لا يتجمع الشباب، معناه أنه فات قرار جريء، معناه شجاع في حد ذاته، بأن الشباب معروف بأنه في العالم كامل ناقد، الشباب عنده طموح كبيرة، الشباب عنده طاقة زائدة، وبالتالي من الطبيعي جدا بأن كل شاب الباطل عن العمل، الشاب اللي عنده مشاكل معنا زاد اجتماعية، وكامل كل شاب لا يجي وعنده تصور ويختار وطنه. نحن قيورنا على وطننا، عندنا بن موريتان ذي اللي موحول في ضركاتها، ذي المصالح اللي نشوفهم يوميا، ذي الجامعات، ذي التعليم، ذي الصحة، ذي ما هو تعليم نحن اللي ندوره، لا هو صحة نحن اللي ندوره. نحن عندنا مشاريع كبرى، طبيعي بأن دورنا كريتيكو التعليم، طبيعي بأن أي شاب له يتكلم عن التعليم قد لا يكريتيكي، والله على الصحة قد لا يكريتيكيها. معناها رئيس الجمهورية اللي نفتح المجال قدام هذا، معناها أنه يدور يسمع الشباب حقيقة، يا غير ملي ما يدور لا يسمع، يدور الشباب يقول له شنو هو تصوره عن الحلول، ويعود شباب حقيقي، ذا هو المطلوب. معناها أنا ما ندور حد يجي يقول أنا باطل عن العمل. زين دبيت في الاتصال قال بآليات المتابعة والاقتراحات والتنزيل. شفت من قد بعد قاع شوي سؤال عن نحن كلجنة منظمة اللي نشتغل عليه لنا فترة واللي نصور عليه واللي واحدين فيه طريقة نختار 400 من ذا العدد اللي له يجينا اللي قلنا قبل عن وصل زيادة شوي على 4000 شفاف، بحيث عنا عكس رقاتي عن نوصلوا الفكرة القايلين نحن عنها هي اللي شفنا عنها بجميع المعايير تخدم موريتانيا بشكل أكبر. معناها مجرد لا نقعدوا ونعودوا حكم بين هذه الناس كاملة ياك نقروا منها 400 بشكل شفاف واضح إلى معايير واضحة. فيما يخص عن قبيل قالوا عن 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 نوعية المشاريع نوعي جميع فاتجانا من المشاريع غريب وعجيب. هذا بعد اللقاء نقول لهم عنه مبشر جدا يلي عني منين نقعد مع لجنة التحضيرية. شوف عندنا كثرت السيرة ما فتنا جاب نوعية المشاريع والآليات والمتابعة والاقتراحات نختاروا بسرعة. تماماً. نوعية المشاريع هي 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 مشاريع خلت مفتوحة أي حد تخطر له فكرة قد تنفع موريتانيا. فتنا قد نقول لك عن فاتو جاونا آلاف الأفكار البناء خدمة موريتانيا آلاف من دي أربعة قليل واحد ما مشى فكرتين ثلاثة. فتنا شفنا أفكار غريبة، فتنا شفنا أفكار فعلاً تنوم عنا مبدعين، تنوم عنا فعلاً شباب مبدع. آلية المتابعة عن الناحية الفنية للقاء لا يتعود فيها ورشات مفتوحة للإعلام، نتائجها لا يتعود معلنة. هي طبقة من الشعب الموريتاني، طبقة مؤثرة. شارل قبيل رقاش قال عنا نحن قد هذه طبقة من الشباب هي المؤثرة في المجتمع. رقاش جاها وظل مجمعها وظل تفكر تجارية والاستثمارية اللي عنا تمشي لحظة واحد عنده فكرة استثمارية ولا تجارية. تماما والله. نحن فتنا نانغولا على سبيل المثال، فما تيها متصلين وشباب من فانغولا اقترحوا معناها زاد مشاريع خلاقة في جلب المستثمرين، واقترحوا آليات حقيقية اللي تنفذ دقت تجلب المستثمرين، وهذا معناها زاد مفتوح للشباب في الخليج والشباب في أوروبا وفي أمريكا وكندا. تمام. اللي عندهم علاقات واسعة ومطروح مالي للزكسبير اللي كانوا معنا هنا تيها، هذا يقدوا، هذا أستاذ الجامعات، هذا مدراء في شركات يقدوا يستجلبوا المستثمرين. شن هي الصل آلية اللي ياتت بريباري موريتان للمستثمرين؟ أرضية اللي ياتت تعود معنا زاد قدامهم إياك ميجي المستثمر هنا تيها يدير فالتو موريتان. هذا هو اللي يات الشاب اللي عنده تصور يطرحون يات يقول عد مواقف. من رأيكم أصحاب الشهادات اللي ساكن باكو لأنه كاكب تقول والله كتكتبوا معايير قضية شهادة دلوقتي بشكل واضح. بشكل واضح إياك تفهم الناس هذا. نحن عندنا معيارين أساسيين، معيار النجاح. النجاح ما تنقال لا لحد قاري فعلا نقبله بعين الاعتبار بين العاطين وخانة خاصة النجاح الأكاديمي. يا غير منين يجينا مواطن ما عنده قابك، مواطن قدم فكرة مشروع ناجح نعتبره مذل ونحترمه وهون نمشي رسالتين بشكل سريع للداخل عن جميع المواطنين اللي عندها مشاريع وتجارب ناجحة تحاول عنها توصل وتسجل. الفكرة الثانية عن نحن كيف قلنا قبيل نبقى نشوفوا شباب موريتاني كامل، وبالتالي حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى الناس اللي عندها احتياجات خاصة منها مبدعين. يغير كي قلت قبيل الفكرة أساسية عندنا احنا ما ندور لا جميع شرائح تمثل، معناه ما ندور لا إنسان عنده احتياجات خاصة يجي يقعد، ندور مبدع ذوي احتياجات خاصة. فنان من المغرب قال سؤالي من راح عنده مشروع رياضي مثل بناء أكاديمية كان لجنة لا تختار، والله لجنة تختار لا نوعية خاصة من الأفكار. جميع الأفكار مفتوحة،
احنا فتحنا العقل العبقري للشباب الموريتاني. جميع الافكار اللي انطرحت يجينا واحد يطرح فكره مثلا كي اللي قال كي هاي اللي قال انه في واحدين من الخارج اقترحوا طريقه لجلب الاستثمارات للمشاريع الاقتصاديه اكثر. لا جميع المجالات. نحن هم الورشات اللي يعودوا حوالي 10 ولا 12، والله زاد النقاشات اللي تجي حوالي 10 ولا 12، فيها جميع المشاكل الامور اللي تحس بالحياه الصحه التعليم. شدت انتباه كل واحد منكم. نحن ما فتنا كم من كمان الملفات كاملة، وبالتالي ملفات قيد الدراسة معناها الاستمارات نزلنا ندرسوها ياكم عضو واقعيين، معناها من السابق لوان وارك بدنا نتحدث عن معناها زاد أكثر الملفات اللي تعود، معناها أكثر الأسئلة مطروحة، أكثر الأسئلة مطروحة يا غير نقول بالمشروع هنا تيها. نحن على سبيل المثال عندنا يقدر يلقى شي شيء عنده مشروع سيارة إسعاف، لأنه فيه معناها زاد مشروع سيارة إسعاف سيارة. لا نقول لك لما تيها لاحظ بعد سبيل المثال شاب قال بن ما من معقول بن الأرواح تزهق على الشوارع من دون بنجيك سيارة إسعاف في الوقت المناسب. أيوة. وبالتالي يالله السلطات من الخارج عدل الخليجي الطائرة قال واقترح مقترح فعال بسيط. هو اقترح هو هذا الشاب مثلا هي سبحان الله عن فكرة طرحوا عدة ترواقيش من تجميعهم خلق تصور عن يالله يخلق على هذا الطرق اللي ما هم اللي فيهم خسارات متان واللي دائما يعودوا فيهم حوادث، يخلق اتحاد بين وزارة الصحة عن طريق سيارة الدفاع المدني بالإضافة للدرك يعني يعدلوا من الوحدات على الطريق ياك قد يتم يجي الحادث يجي الناس بأسرع وقت ممكن وياكم اللي المريض اللي يحتاج للإسعاف. هذا مثلا هاي فكرة على سبيل المثال، هاي فكرة تقدمها واحد ومتضرر من هذا. ثم قضية التعليم الأصلي مثلا عن طرح واحدين خريجين محاضر خريجين محاضر تعليم أصلي طرحوا أفكار بناء الكيفية إدماج خريجين المحاضر في التنمية التنميه هذه مشكله. وطرحوا واحدين اخرين منهم من خريج المحاضر تفقد عنهم كان عندهم دور، قالوا عن موريتانيا يعني كانت تلعب دور فعال في نشر الثقافه العربيه والاسلاميه في افريقيا على سبيل المثال. عن لماذا ما يوظفوا خريجين التعليم الاصلي في هذا الدور اللي كان عند موريتانيا وكان دبلوماسيه نشطه فيه مثلا. افكار فعلا قد نحن نعود هنا نتكلم عن البطاله. اختار محمد الميقاس تحيه لك ضيوف الكرام، اشكرك على التقدم الرائع ونطلب من ضيوف الكرام شرح كيفيه اللقاء ومتى سيكون وما يسر كيفية اللقاء. اولا الاستماره تمت لها على الموقع التالي www.rencontregenavecs.org في استماره بالعربيه والفرنسيه، وبالتالي نملها لا توصل لجنه منظمه وبعد نهايه لا سيليكسيون لهي نمشوا رسائل الكترونيه للناس كامله، الناس مقبوله الناس ما مقبوله، الناس مقبوله شعار الناس كامله لا توصل الرسائل، ذيك الرسائل لهي تقول لك انك مقبوله ماك مقبوله تعود ماك مقبوله لهي تشكر عليها وتعود مقبول لهي تشرح لك الاليه ولعاد فما معلومات ناقصه لهي تطلب منك اللي انت يكتمل مشروعك شيء ما. ومن بعد لا يعود هما الترتيبات الاخيره اللي هي اللقاء اللوجستيكيه اللي في نفس الوقت نحن متباركين معها. حد ما بعد حصل ما يقدر يسجل بكون ما يقدر يسجل في اللقاء بكون طالبين الرقم الوطني. يعني فكره زينه غير ما نسجل والله تماما تماما. للاسف الشديد نحن في موريتانيا تعود عندنا بطاقه وطنيه معترفين بها عندنا بطاقه وطنيه غير بعد. انا بالنسبه لي ما يعتقد معناها محجوزه فقط على الناس اللي عندها بطاقه وطنيه، ولكن اغلب الريام قالت هي محجوزة لك حد ما فتسجل مازال قد يسجل اللقاء مفتوح عين اللي حد ما عنده مثلا بطاقة ولا رقم وطني ما يقدر يسجل طبعا يا بتعود موريتاني. نحن كمان نزلتونا في موريتانيا اغلبهم قالت مصاب لي يقول لو كانش بس احنا نشاركوا فيه والله مصاب ان شاركنا فيه. علي الشيخ قال تحياتي لك زايد تحط فيك سؤالي هو متى سوف يكون اللقاء الشباب؟ وهذه الحلقة قال الاتحاد متى يكون بالضبط توقيته؟ اللقاء لا يعود في شهر مارس نهار بالضبط ما بعد تحدد لانه الشهر القادم ان شاء الله الشهر القادم ان شاء الله. فاتت قالت هذه الفكرة زينة ورايدة وراجلة للنجاح، نبغي نعرف شنو هي الضمانات اللي تضمن الى حد ما نوع من الشفافية في اختيار الشباب اللي لها الشهر. السؤال يتم لا يتكرر ويعاد وطبيعي طبيعي جدا. نحن نعرف المسؤوليه نحن قدام مسؤوليه عميقه متينه لان الشباب ما شاء الله عنده ياسم الافكار ولا سيليكسيون ديفيسيل. نحن قايلينها على الهواء بانه الافكار ياسر ما شاء الله ولا سيليكسيون ديفيسيل يا غير نحن نحاولوا بان نشركوا اكبر عدد ممكن من الشباب. لو كان لانفي يقدر يفيد اكثر من 400 نعود حاولنا ندير عبدو المحاح مشاركم طلعه هون جميله. ايوه قال لي نقراها عليكم. قال اجبار الشباب العزيز
مفيد وفعال وعزيز على الشباب وفيه غميز للشباب إياك يعاون في التنمية ويعود ركيزة يعود ركيز الدولة ويهد مهاون ولا يحتاج ولا يحتاج جهد كبير موحد ما هو متخاون نطلب من الله القادر نعود تعود تعود الحوض تعاون الله إذا شكرا شادة شكرا لما دحين مشينا حد التصميم السلام عليكم وعليكم السلام نحييك مرحبا سيرتي نعطيني سؤال زي أي الأسئلة نعطيني سؤال خمس ساعات خمس ساعات هون ثنتين من نوعيتهم دور خمس ساعات رقم اثنين أعطيني واحد منهم ساعة خمس ساعات من موريتانيا الشهرية ايه والله كم فيها من ساعات شنقتل وكم من الشبكات الأخرى موريتانيا هي موريتانيا حقبة شو خمس ساعات فيها هي النجمة 590 والنجمة و2005 والمربع اوكي لا لا خمس ساعات من موريتانيا ما هي 2005 خمس ساعات مزاكي زين مزاكي واصل زين مزاكي 590 2005 مربع واش بكم؟ لك 4500 الساعات شنقتك؟ الساعات اذا شكرا جزيلا لك منو؟ معك المستمع مختار المي مختار مرحبا استاذ مختار مرحبا تمشينا حد استاذ مدحيب الو وعليكم السلام ورحمه الله زايد شو قولي لفيرتو عندك كيف نفعل خدمه الانترنت 3 جي اليوميه وبكم تفعل؟ عندك خمس ساعات من موريتانيا الشهرية وتفعيله وسرعة وسعرها وعندك خدمة تاي لدى شنقتل وكيف تفعل نجمة 590 نجمة 3100 مربع وهي شنو هي عايدة 100 توقية غير شنو هي شنو خدمة شتيح لك ها تيح لك ايش عنك شتعدل هي لا تعطاتو بدون هي من معايا مع الخراج مرحبا استاذ خراشي شكرا اذا مشينا استاذ احد من الحين الو الو السلام عليكم الو الو نعم استمع لك جيدا الو اذا مشينا احد استاذ الو السلام عليكم السلام زايد حالك لاباس مرحبا تسيرتي يا مرحبا شاكر صحابي على تحت الفرصه اللي تحت ندينا قربتنا من البرنامج حتى الله يخليك وشاكر اخو الضيوف اللي معك حتى شكرا شاكر سيد الرئيس على لقاء الشباب اللي عدت الله يوفقه ان شاء الله اها زين عندي حتى اها قارديه انت قدمتي المشاركه فيه اها انا ما قدمت المشاركه لكن اللي قدمت زين عندي حتى وقارديه بعد معدل كامل قال مدير لقاء الشباب زين عندي وراجعنا لاعب لنجاح تقدم ان شاء الله ان شاء الله يكونوا في عونهم هم ان شاء الله ان شاء الله يوسف شكرا جزيلا شكرا جزيلا معك منى مستجيب وياك مرحبا استاذ منى مشينا حد استاذ متحين الو السلام عليكم وعليكم السلام باقي سؤالين ثاني واحد منهم كيف نفعل خدمه الانترنت 3 جي اليوميه وبكم تفعل؟ سؤال اخر خمس ساعات موريتانيا ساعات من مرتان فأدي عندك النجمة 590 والنجمة 30.05 أوكي 3200 هذه الساعات على شنقتل من معايا؟ مختار لي مرحبا أستاذ مختار شكرا مشينا حد مدحي ألو ألو مرحبا أستاذ علي الشيخ مرحبا أستاذ علي الشيخ سؤال آخر إنترنت ثلاث جيل يوميا وبكم تفعل؟ تفعل ب 590 نجمة 303 مربع تعدل بتروسان قيام 303 مربع تروسان شكرا للشيخ رائع إذا نقص في فيسبوك قال لك حد عنده فكرة بمحاربة الفساد وكيفية ترجع الأموال المسروقة بطريقة سلسة هل يقبلون فكرته هذا مهم لأنه سيرجع مئات المليارات للدولة وقال لك ملي عنده هو فكرة بشرط تعود لا تطرح وحق عنده ملي بشكل واضح اي فكره طرحها مولاها وعبر عنها بشكل واضح يعني فهمنا احنا عنها فكره عندها اولويه هذا قطعا يعطيه ميزه ومعيار اساسي الاحتمال الكبير انه ينقبض وهون يفقدني هذا بنشير للشباب اللي لا يشاركوا عنهم يالتهم يكتبوا يعبروا عن انفسهم
مثلا جاونا امثله عن واحدين منهم يقولوا عنهم متحفظين لا يقولوا افكارهم منين يجوا رئيس الجمهوريه. جاونا واحدين نحسوا عنه ذوك هو عنده من خلال كتابته عنده شيء لا يقولوا يقر يكتب يشخص الواقع فقط. احنا نبقوا رقاص يعطي حلول. يعطي حاول عنه يعطي حلول الواقع تشخيصه اي رقاص سولته التعليم ماله يقول لك التعليم خاسر، خاسر تجميل للخارج على التشخيص موجود ولو عنه مهم ومهم تعميق ومهم نقاش ودور يخلق به اللي قطعا حد قد يعطي مقترح معناه انه قد معناه انه فات شخص الواقع هذه باطل بقيت نعطيها ك الناس اللي تشارك وقال عنه على غرار فتوى في تطهير اموال اهل الربا بدون افقارهم بارجاعهم الاموال واخذها على سبيل دين ويرجع بالتقصير. لا يكتب مشروعه يكتب فكرته لا هي جميع الافكار اللي جات من ذا النوع تنقبض كاملها ويختار افضلها بكل صراحه بكل وضوح كل شيء رائع جدا. الديه عالي قال مرحبا الشيخ زايد يسعدني ان اشارككم في الحلقه الهادفه حقيقه لاننا نريد معرفه كل خفايا هذا اللقاء الذي نرجو ان لا يكون كاللقاءات التي اختير ممثلها مسبقا بالطرق الغير واضحه المعوجه ما الوضح. وقال عن استضيف له زعيم جماعته احباب الرسول شكرا. علي الشاه قال استضافنا الغالي واحمد الحسن دلال قالت مساء الانوار اذا مشينا حد متصلين رجعنا للباكي بشطار مشينا حد. الو 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 انت الو مرحبتي السلام عليكم. وعليكم السلام. الو 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 هاي الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية لموسى معنا. ترى حد سامع. لاباس. ماشي مع موسى. ماشي انا حد سامع. الو. الو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف زين كيف حالك يا لاباس؟ يا مرحبا تشيرتي. معك عبد الله الأحمد. مرحبا أستاذ عبد الله. مرحبا كيف حالك يا لاباس؟ خليني مع ضيوفك حق الله ونعرف عليك ما شاء الله ما صوت حايل بينهم دائما بيقول عليك الله وجه بينك معاهم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله يخليك. شوف بعد اللي يدري يا اخي لا شوف انا ما سمعوني ولينا في النقاط على حروف الكلام والتناقض بكلامه يسمح لي رد بي لا غير عليهم الاحترام للراي الاخر لكن احنا 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 ندور من عن الناس رأس الدولة أنا على المبادئ ولا أحوال الثلاثة احنا بيناتنا. أنا كذا سأل أنهم هم يقولوا لي أنهم هم هم اللي مثلا أعينوا وتعيينهم مثلا ماذا المعيار قالوا لي فيدي قطعا قالوا لي أنهم اختيروا من أحسن الشباب. والله قالوا لي اللجنة بعطي إياك ما لهم قالوا اللجنة كانت بصورة عامة أنا اختيرت من أحسن الشباب. من اختارها؟ السؤال المطروح من الاستاذ اللي اختارهم منهم اللي نصبهم منهم هو من دار وكاله على الشباب واحد في تلك القضيه قضيه لان 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 البعد عن السياسه انا ما راح لي عن الذم روايه حتى وقيت هي تفهم ولا صدقه ما هي السياسه ما, ما 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 انا ما نجيب يخلق لي في صام في لحظه واحده هذا مين معقوله يعني نعود يامس مخندق يمين يمين والله يسار يسار ونجي بين عشية وضحاها ونقعد مع فخامته ونعود مثلا ماني من ذاك ولا من ذاك ولا نقدم بناء الوطن. هاي بعد انا مثلا ما كنت اقتنعت فيها والله ماني مثلا ماني قايل علينا مع ان الناس زعلان كل يخلقوا لكن انا قاعد مستريح من ايديولوجيته الخاصه بي ورؤيته وافكاره والمؤمن بها ويدافع عنها ومقتنع بها ليلا ونهار ويستريح منها في لحظه واحده ويقعد يقدم رؤيته. خليني نقول بكل صراحه الوجه الاخر اللي ما مقتنع بها والله الشخص الاخر ما مقتنع بي ما لا استوعبها مع والله على الاقل عليها تحفظ وغيت مني قضية علينا الافكار علينا مرسومة ولا يقولوها الا اهل انا ما ظهر لي على 4000 من خير الشباب موريتانيا ونعرف ان الحمد لله كان يحيني كان يعني عندي يمين يمين ويسار يسار ووسط افكارهم ما لا يعد ثم تقاطع بيناتهم اذا لنرجع للسؤال الكبير من اختار من يجعلهم هم يختاروا وفي نفس الوقت هم يختاروا افكار هي الافكار اللي جات من 4000 واخوه من الافكار وهي بينها تتقاطع من دون الا يرشحوا على نجيب ذكر على معنا الخطاب كي قالوا قبيل تمناوا واحدين ايهم لا يرشحوا على انه هو اللي لا يعود مول الذكرى ويختار من بين الناس اللي قدموها يعود 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 يستقبل فقامته والله
يتقال معك واضح تمام واضح واضح سجلناه الله يخليك واضح بعد سجلناه مولي انا اللي نبدا من الفكره التاليه قال ياك نعودوا واضحين نقولوا اللي نشتركوا بشكل عملي يوميا وفعلا جاتنا الى مدلع عند جينا افكار متراجحه احنا اولا قلنا عن نظرك في بريمير سيليكسيون تجينا فكره هذه الفكره اثنين منا والله ثلاثه منا قالوا عنها جيده واحد منا قال عنها شايف عنها عاديه شفنا عن هو الطارح هذه الافكار والله اربعه واحده منهم زينه وثلاثه من ما نرجعوا لخانه النجاحات الدراسيه معناها اي مشارك عنده عده خانات هاي الخانات اللي تخرص الاولى منهم افكاره لين تعود الافكار فيها الشيء زين والشيء عادي لا يشفع له خانه اخرى وهذا ظاهر لي عن في المرحله الجايه هو اللي يعود يشفعهم بين اثنين معناها واحد طارح فكره زينه قال زين من واحد اخر سي في زين من واحد اخر الهدف الطارح من اللقاء زين منه حتى قاعد نقدروا نردوها لطريقه الاسلوب الخط اللي داير معناه لا بد تعود هناك معايير واضحه مرجحه واذا نقولوه بشكل واضح وصريح هو اللي نداوله يوميا وهدفنا من ذا لا نقبضوا الاحسن ونعودوا مقتنعين امامهم هما كشباب وراذا نقدروا ندافعوا عنهم ونقولوا نحن عندنا ما هو كذا وكذا وفلان وفلان فكرتهم الساويه نقرنا فلان بين اللي كذا بشكل واضح ذا بشكل واضح قلناه وهو اللي نعدلو بشكل واضح قضيه السياسه عنها ما يقد انا بشيت بسيلتو من لارا عنها ما يقد حد يترك السياسه هون اسمح لي نختلف معها الراي انا كشاب موريتاني اختلف معها الراي ظاهر لي عن اللي خسر موريتاني لا ذي الروايه عن ما يقد حد منا يفتصل مع ديولوجيته مع هدفه هو السياسي وانا هون ما اسميه ديولوجي كاع انا اسميه مصلحته هو السياسيه والله مصلحه الفصيل اللي هو معاه والله الجهه اللي هو معاه ما يقد ينسلخ منها موريتاني فوق ذا كامل نحن السياسه مارسوها لبناء موريتان معناها عندنا يارتنا نعودوا بس معناها معناها عندنا طيافنا السياسيه ما تقعد تحاور احنا لابد نعودوا كشباب نقدروا نتحاوروا والله اللي عن ثم مواضيع نحتاج الصحه يمرض المعارض ويمرض الموالي تعليم يقرا المعارض ويقرا الموالي هذه الروايات لابد نقعدوا نحن كموريتانيين بغض النظر عن انتماءاتنا السياسيه ونناقشوها بشكل واضح كان نحن دارنا احنا ما لنا وكلاء عن الشباب وبشكل واضح هم اللي نقولها بصريح نحن هذا مدة اللي قلت قبيل العامل المشترك بين اختيارنا عندنا مدة سجلت من الأوائل سجلت في الاستمارة الرئيس اطرح فكرة عنه يبقي يجبر 400 شاب كانت قاعد لها 200 شاب وعقب اقترح 400 مهم مجموعة من الشباب الموريتاني اللي عنده ذي الميزات اللي اندارت في الإعلان أنا زين عندي وشجعني على ذا أكثر أن نخترم واللي ينقر الشباب اللي لاهين نعود يسلم بدل ما تعود قبيل هو كان عنده مستشارين عنده وزارة الشباب والرياضة يغير عنه يقبل فئة من ذي الشباب ومختارة من ذو النماذج اللي اتصلت هذا ظهر لي عنه إضافة تضمن شفافية للرواية لدينا متصل ثاني لا جاوبت لذلك هو اللقاء ما افتعرفته يوم كم بالضبط لا في الشهر جايته قلنا بأنه يعود حوالي متصل مارس خير النهار بالضبط ما تتحدث ما بتحدد متى حيد مشي ما بتحدد حسب الملفات اللي عندنا حسب عملنا وتقدمنا في العمل سابق تبارك جسال خارج شريحة أنا بسبب شريحة ما تصلنا حد نختير ناس كاملة معنا زاد لوك الشباب اللي قارين مهمين يقير لوك الشباب مدي اللي ما مقارين من أسف شديد نسبة تسرب مدرسي مرتفعة وبالتالي في المياس من الشباب اللي في البطارة بالمشاكل ذي ليش كنا ما هو الشباب هذا الشباب المهم وبالتالي طرحوا المشاكل وطرحوا التصورات المهم ونحن نعرفوا من موريتانا في جميع الولايات الموريتانية في شباب ناجحين وفي شباب عندهم مثال في شباب عندهم مشاريع ناجحة هذا الشباب زين فيه يحضر وعنده نسبة 20% مخصصة له هو والاتصال عليه شيء ما صعيب يا غير ذكر مرة أخرى بنرانا طالبين النوايا الحسنة من الشباب المثقف بأنه يعاون الناس اللي للأسف شديد ما قرأوا بأنهم اللي منهم عنده مشروع اللي منهم عنده تصور بأنه يعاونوا بأنه كانوا قد يوصل كلمته واضح جدا إذا مشينا حد من الناس اللي مستعد ألو السلام عليكم وعليكم السلام كوفي مساء الخير جاي مساء الأنوار تحياتي لك أبو يوسف تحية تقدير أولا أنا عندي ثلاث نقاط تفضل عدلهم خمسة نقاط بالعجلة وتو عن الموريتان أنه معاناة لك واضحة رئيس الجمهورية يعرفها مقاسي وداري يعرفها شباب إذا رقينا لك مركزة وصار يقوم شيطود بالبوش هاي السياسة ورقة السياسة بركة سود مع ذلك الشباب الشباب
التهميش مع أدل الشباب الرابطة مساهم فيه ومستقل عليه، لأن نحن الشباب عادة يعدلنا لا أن يجيوا فرص الفراش ونبنوا الخيام ونسموا ماشي هاي الطريقة ما زالت معدلنا ما دام نحن قابلين الركنة. نحن يا أخي الكريم نتخلص استراتيجيين معدل الشباب من هذه العظيمة كاملة من باتنا وجدودنا، هذه نحن هم المساكين فيها ونحن عليها. أنا أخي يتكلم حالا أنا كلاو ما يظن أنه كل مطرف النظام جاء ما بدي نفسره بها أنه عنده طموح للشباب يمشي قدام من الناحية فعلا، لأن كنت وقت قاعدون تكلم باسم الشباب والشباب تكلم عنه كتلة خارج النطاق الشباب منزل فهمتني، بمعنى أنك نتخرى فرقتها الأحزاب السياسية يقودوها كامل إذا الشباب يطير يقودوا ليك إلا أنه هم الشباب مشرفين عليها يطير الشباب والرسول والراني فهمتني، حتى البرلماني حتى الوظيفة العامة الشباب يتخلص الوقت منها والشباب يتخلص فرقتها أي اكتتاب والله أي رواية انطحت تجبر إلى أن يضعوا 100 لا يجي 10,000 هذا أرسلته لا يجي 20,000. إذن هذه الرواية هنا فيها نحن الشباب تلميشنا حتى نحن مساعدين فيه وتحن كل زي بقول لك أنك هذا من حركة كذا ومن الشباب كذا ومن الشباب كذا، لا نتكلم باسم الشباب يقرب ويوقف ويوقف يسمع ساكت فهمتني، لأن الشباب من نفسه عاد مساعد في تلميش معدله. إذا نحن كنا الموريتانيا طالبنا شنو؟ تفتح لنا استثمارات تفتح لنا القطاعات يسوى اللي يشتغلوا سوى ما يشتغلوا، عندنا الشباب ما يسوى اللي يقرا يقرا من حقهم يشتغلوا من حقهم ينافروا من حقهم يربجوا يقدروا يشتغلوا المشاريع ويشتغلوا الاستثمارات اللي يشتغلوا فيهم، عندنا الشباب عنده خبرات وعنده تقنيات وعنده شهادات هذا من حقه يشتغل يقرا، ما تقول هكا ينقبروا منها كيف لما من الشباب رقتها يقعد قدامنا وينقال للشباب لا نقل الشباب وتدري سر الشباب وبالتالي يعود لهم محسوبين للشباب كامل موريتاني فهمتني، هذه هي الطريقه الاستراتيجيه مع عزيمه المنظمه مع عزيمه بلادنا النظام الاخر لكنه نحن يفرقون بها والله يسموا كاه جزء من الشباب لكن الشباب لا يكون ساكت، شباب موريتاني كامل يا اخي نص ركوع في السجن عبد الياسر من الاجرام ونص راعي وراتي عبد من الاجرام ونص ركوع في الخارج هذا كامل موريتاني تسالنا كامل استراتيجيه حقيقيه قدوا نعيشوا بالسلم وقدوا ووفرنا جميع الاليات لكن انا شايف يا اخي الكريم مين نوع من الشباب يتم يقرب بعضهم وحدين يبعد وحدين عندي مترشح على السلاح الكوفي انت بات 10 دقائق اولا انا مهنا هذا الشاب ومتفاهم بيلي انا هنا اعطي مثالي انا كشاب لانه هو تكلم عن نحن نحن الشباب كيف تهو انا تخرجت 2008 عندي دكتوراه في الانفورماتيك ميدان فاصل في موريتان وميدان فاصل في التعليم قعدت من 2008 الى 2012 نسقط على المؤسسات عند الشيء قالوا سوي على اضافيه معناه ان الشاب لابد من يعود نحن عنده مشاكل انا متقاسم معاه بين الشباب يعاني وعنده مشاكل هذا يالطو يعود يعرفه يالطو يعود يعرف ان ما في فرق بيني انا هو يالطو يعود يعرف الفرق الوحيد هو الطموح والتسابق الى اللي فيه مصلحه الوطن ياك نخرجوا بوطننا من المشاكل اللي يعيشها فركت اياها نحن قيمنا وعدلنا منظمه اجتماعيه معنا زاد اناسوسياسيون معناها في المجتمع المدني ودافعنا عن حقوقنا الدكاتره العلميين اللي كانوا عاطينا على العمل وبالفعل نحن تفاجئنا بان تقينا جينا القصر الرئاسي احنا جينا قدام القصر الرئاسي ولقينا مع رئيس الجمهوريه ومين شرحنا له الواقع وقلنا له بالتعليم فاصل في ذول الاساتذه بينهم اللي موريتان تريكيبيرين بينهم اللي يقصوا الخارج ومرحب بهم في الخارج مباشره النهار من قد فتح لنا 60 بوست عدنها الوزير راه الوزير كنا نشوف 100 الف مره النهار يقول لنا انا الماليه ما يعطيتهم اللي فيش بجيتير هنا تيها حد يعود واضح ما في شاب لا يطالب حقوقه ما جبرهم يقير يعود يعرف الطرق اللي يطالب بهم عن حقه اولا يعرف بانه دولته دوله ناميه وفي طور تنميه معناها بانه يارت يعود هو من راسه يشارك في تنميته كيف تاش كيف تنين نطلب هذه فرصه انا بالنسبه لي ذا الشاب ما يارت لا يقول المشاكل فقط وياسم الشباب كيفته يملى الاستمارات ويجيب لنا المشاكل نحن ندور تصورك انت كشاب الحل مشكله البطاله هو ذكر الاستثمارات زين هذا الحل يا تو يشجعوا المستثمرين ياك يجوا ياك يفتحوا شراكه ياك شباب قد تشتغل فيهم ياك فهم ياسر الحلول اللي الدوله يا تركز معنا انا اني مره اخرى انا مهنئ ومشجعه على انه معناها زاد
يعيش مرحلة عايش ياسم الشباب الموريتاني يقير هنا تياه ما يارت يقول النظام ما النظام نحن هنا تيك الشباب ياتنا عود نعرفه بالموريتان الصبح هي موريتاني نحن والقد نحن هم اللي ياتنا سيروه من الجوم ويالت نعرفه طريقة اللي معنا زاد نقترحوا بها الأفكار اللي الصبح والنهار الأخر اللي نتحملوا فيها المسؤولية نقدموا دولتنا فهمت النقد وحده لا يكفي والله السكوت وحده لا يكفي ويرد حد ينقد ويضيف رأي جديد يضيف رأي جديد بالتالي أنا مطالبه من يعمر استمارته ويجيب حلول ويشرك وذا هو الهدف من الشباب يسمع الهدف من الشباب يسمع ومرة أخرى لا ينأكد بأن الشباب الموريتاني يعاني ياس المعاناة وطبيعة المجتمع نحن معنا الشاب ما يقدر يتكلم أحد أولاد عمه كبار منه في القبيلة لانه سوء ادب بالنسبه لنا هذا قوانين مجتمعيه عندنا للاسف الشديد ما نناقشين وناسيها يقل للاسف الشديد انت قلت على الشاب وقريت عندك ياسر من العلوم وعندك ياسر من الافكار النيره اللي يستمع لك لكن الاب يقدر يستفاد منها يقل النظم الاجتماعيه اللي عندنا مازالت الشباب تزيحوا ثانيا نضيف الى ذلك للاسف الشديد انا لا اعطيك مثال اخر مهم أنا لا بسرعه 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 شفت انا كنت في ريزاد دروسو استاذ فيها وجاونا أستاذين يابانيين فيهم واحد كل وفيهم واحد شاب صغير أستاذ مساعد ولكل أن بروفيسور إميريت معناها ديز يونيفرسيتي هذا البروفيسور الكبير الأخر يرد له صكو يقول البروفيسور الكبير يعلم الأستاذ الصغير لأنه الصبح لا يتقاعد ده يمشي ويختار ذا اللي تحته ويتعلم ويعرف الاكسبيرينس هو جاي من الدول الاجنبيه لا يعلمكم ما يعدل بمعاهد العلاقات لا يعلمكم ما يستفاد من تجربتهم لا يعلموا يلين يعود مع الجانب شنو هي الطريقه اللي سيكومبورتي بها هذا نحن نفتقروا نحن نجوا المؤسسات انا تلاميذي نمشي من انستاج تعرفوا شو يقولوا لي يقولوا نحن مقفلين قدامنا الابواب الناس ما يخلون يمسوا شيء الناس بينه خايف لعله اللي تعود تخبر منه تقبل مكانه وذا نحن نعانوا منه كشباب العمل نفس الشيء اذا واحد معنا زاد عنده ان بوست ولا ما هو كاحز عنها ما يخلص فيه خدمه الوطن نحن هنا نعودوا واقعيين ذا قدام الحكومة والله أي حكومة أخرى نفس المشكلة مطروحة التعليم يعود خاسر عودوا عارفين إنه في 2035 ليعودوا فيه شباب يطلبوا العمل قدام القصر الرئاسي لا بد من إصلاح التعليم لا بد من أخذ بعين الاعتبار المشاكل مطروحة كاملة وتصور حلول لها إياك نقدوا إذا نقولوا قد نخسر إياك نعطوا فرصة للناس مشينا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زايد حياك الله يا مرحبا وحيا الله ضيوفك الكرام مرحبتي معك بهار الخبري مرحبا استاذ بهار اثنين ها لا اقول لهم بعد انا هذا لا يدخلوا على الرئيس ماني بيناتهم زين حتى عندك الحق تسمعتني واضح وتوفي تزيدني ربي يخليك نقص تحت زين وتوفي الليله واعلن رئيس الجمهوريه انا قفش برتي راهو ضابط على اللي قفش برتي تعود لها مياسر ما اعطاني شيء يغرج أعطاني كل شيء مالي دي هي قلت لك قالي بشاشة قلت لك قالي برئيس مثلا مترقي أحد من المواطنين والوسطاء وقال فيه انه تخرع لي برضه مقاطعة منقل وإذا ما تعاقوا فوق هذا السلام لا سمعتوا يغير قر فيه انه ذاك دخلت علي يضحك وخوف عني يضحك انت معايا يعني ضحكك مع الرئيس ها؟ كنت كان معاك ضحك مع الرئيس تلقى خاطر يضحك لك الرئيس حسك مو متغير زين نبغي الناس كيف قالوا ضيوفك الكرام يقعد سياسه بعيدا اياك على القضيه تقدر تفهم زاويه المفهومه الشباب ما هو كامل راي ضيوفك ما نعرفهم ما ليه الامانه الشباب ما هو كامل وعد الرئيس دور شيء ولا هو كامل وعد الرئيس دور عنده شيء ولا هو قصد بالرئيس اللي ياك إلا لبنته بل عنده أفكار وكيف قالوا لك هذا لين يخلي ويتم الشباب يعود عنده لقاءات خاصة مع رؤساء الدول هذا قد الله خير من قلته خير من شيء ما هو خارج عندي ونشد على يجيهم حتى ونأيدهم ومعهم اليوم الصبح زين انت لاحظت انك من الناس المتسابقين اللي معك ما يتدخلوا في البرنامج كيفك مسارك حد متسابق معك لك بسؤال ما يقدر يعطي مداخلته في الموضوع ما هذا عرفت اللي يريد يبغى يتدخل ولا يقول شيء عجلان تقطع عنهم مالو خراش يقول مختار ولا يجي واحد من عجلان يقول سايتر اياك يقوم ماشي كتقط مليك انا اجبر مره ثانيه البرنامج ما عندنا وقت اياك قلت لك اسمع استاذ خالي يدورك لين اعطيه بسرعه الوقت ما اتنا منه شيء وقته فوق لا زين اللي تقول فيما يخص قضية الحلقة بالنسبة للشباب الرؤية عندي سؤال عنهم يا خير بدأ عندي بعد قاعد شيء هامل
الأهمية بالشباب. هناك أخ من مواطن البلاغات لما وقت البلاغات السيد رئيس قامت لي حني زايد ثاني شوي أعطيني دقيقة. أيوة عجل. أخ محاصر قال حاقد بلاي مع 6 شباب موريتانيين بمنطقة قال له بودا 180 كيلو من العاصمة اللي هي بانجي وراه محاصر وهو لحد الساعة هلو يتصلوا لي وعندهم رقم بيه فهمتني معناه أن يالتي الشباب تتكلم تتحمس للشباب يالتي تنقذ شبابنا اللي هو إفريقيا محاصر وبين الموت والحياة وهو من ذلك نفسه أخي الكريم. أنا راني نبقي الشباب اللي يتحدثوا يتصلوا على رقم الشخص الخاص ياك يعودوا في سعي الشباب الموريتاني ورقمه هو من ذلك نفسه محاصر لحد الساعة واتصالنا به لأمس لحد الساعة هو حي 00 هاي الشباب اللي غاز يتصل به 00 23 67 04 69 634 وراوالكم على قيد الحياة ويارف الشباب اللي يتحمس رئيس الجمهورية يتحمس المواطنين في الغربة راهم بين الموت والحياة وراني راجي منك على الطلب لأن هذا البرنامج هو فيه وخلط فيه في المشاكل المواطنين هذا أخنا وراه محاصر ونختار السلطات تدخل بسرعة وقت ذكرى وصلتوا عنه أخ محاصر نحن قرصنا كنار ربطنا الاتصال من الطفل اللي في وسط افريقيا وربطنا الاتصال بهم كاملين شكرا نختار نقولوا تو بان رانا متضامنين مع هذا المواطن وراهي اللجنه التنظيميه باسمه رانا سجلنا رقمه دور شوف ذا كامل قد نعدلوا كمواطنين وكايضا في اعضاء في اللجنه التنظيميه مش حد استاذ مدحي الو الو مشينا يمكن اخر متصل الو 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 مرحبتين حياك الله أستاذي. أنا لندر نعطي اقتراح زاد أنا في هذا الموضوع حسب اقتراح يعني كان ما ضروري قاع الشباب يجابروا بعض مع الرئيس العادل الهدف إلا توصيل الأفكار كان يمكن عنهم يقدموا الأفكار ويعود قاع العدد أكبر ما يعود محصور ب400 مثلا سامعين نصلت لك أستاذي عنه ما يعود محصور ب400 ولا تعود هم اللي لجنة استقبال الملفات يا خمسار وادي جلال هنا الوادي لجنة أكبر ويتصل الشباب كامل ويقدم اقتراحاته وتندرس وينضل منها الصالح كامل ما يعود إلا 400 مثلا محصورة ويدحصورة هنا الوادي واضح الفكرة شكرا دكتور عندكم رد لي إذا الشاكر المتدخلين كاملين وكيف ما قال الدكتور محمد متعاطفين مع المواطن وطالبين مولانا إن شاء الله يحميه ويحفظ جميع مواطني موريتاني في كل بلاد هذه فكرة عن اللجنة يعطي تكثر نحن عندنا فكرة أخرى عن كل ما كثرت اللجان كل ما قل عملها معناها أن نحن لهنا قبل هاي اللجنة ظاهر أن عن ذا العمل اللي عندها حسب التجربة اللي فات مشات عليها أنها ماشية بشكل فني علمي منهجي رائع تتقدم بشكل جيد بالتالي ما شفنا عن فيه داعي عنها نقترحوا عنها تنزاد عن ما في أي شيء ضدها الفكرة اللي قال بالضبط عن كل حد يمشي فكرته تنقبض في النهاية ما فهمته احنا هاي 400 اللي تطرح افكارها وتقعد وتناقشها وتصيغ وثيقه مؤتمر وهو اللي يخلق هو صيغته هو نبقي ننتهز هاي الفرصه لنقول عن الشباب الداخل مره اخرى نطالبهم بيتصلوا وبيسجلوا في البرنامج ونزيد ناكد لهم عن راه لا يتم نقلهم عنهم لا يخافوا من قضيه النقل عن فكرنا فتنا عن فيه الشباب المرتين ياسم ما يشتغل ولا عندهم امكانيات لذلك عندنا خطه لعنهم ينتقلوا بطريقه محترمه ويقعدوا هون مده اللقاء كامل وبطريقه محترمه لائقه الين يرجعوا لاماكنهم ويشاركوا ويساهموا في هذا اللقاء بطريقه محترمه. فيه نقطه اخرى نكد عليها بما ان الوقت عاد مات لياسر عن ظهرنا عن هذه كيف ما قال الدكتور محمد قبيل فرصه ظهرنا عن حاولنا قدر الامكان نعدلوا لها اللي ما قد تخلق من الضمانات عن تخلق عنها اولا نوعيه الناس اللي يتشارك ما هي ماده يقد يخزى بها ماده تحرك المجتمع عن الله تكتب لا يعود مكتوب ورقة وعند الإعلام هذه ضمانة وتسهل متابعة ورادة وتسهل عنه يذمن وتسهل مولي عنه ينتقد إلى ما ونفذ معناها عن ظهرنا عن هاي فرصة لخدمة موريتان يالتنا كاملين نجوها ونعودوا إيجابيين معها ونحاوروا فيها ونحاولوا نقدموها لقدام أرانا لكل مقال لكل باط ذاك المثلين قال منين فوتنين يوفو اللقاء ولا يخلق منه شيء ولا يعدل منه شيء هذه
الشباب خطير وعندهم الحق ينتقدوا وعندهم الحق يقولوا عن لا كذا وعندهم الحق يقولوا عن هاي فرصة ظاهر لي عنها فرصة كيف ما قال الدكتور لا ياضتنا ما فوتوها من الدين. ملاحظة جميلة طاعتها شهرزاد قالت نختير نقول للشباب انهم ما جايين للدفاع عن الرئيس نحن ندورهم يدافعوا عن الشباب لانهم يمثلوهم لا يخلينا فخورين بهم وانهم يبعدونا عن التسييس. لا هو شوف نحن هنا تياكلنا جايين وجايين مازلنا ندافعوا عن الشباب ومشروعنا مشروع شباب يعني الفكره وكلو هنا تيا المشكل بين الانتقادات الكامله جايه لا عن الشخص الرئيس ناس كامله متجشوا الرئيس هو ما يتكلم مع موريتان ذي المشاكل نحن لو كان الشباب كامل صب جهوده على مشاكل البطالة ومشاكل مطروحة يعود نحلت نحن هنا لا نتلون نحلو في شيء دوال يعود نمرقم انه في شيء نتيجة ذكية تصور علمي هذا مؤتمر لا يعدل ولا يقعد فيه الشباب اللي حملت شهادات عليا وعندهم تجربة كبيرة لا يتلون نمرقم شيء لا يتلون واحد انه معناته يقولون السياسة يقولون وبالتالي نحن هنا ما ندافعين عن الرئيس بقدر ما ندافعين عن المشروع اللي نحن اللي دعانا له رئيس الجمهورية على كل حال نحن مذمنين وشاكرينه كشباب وأي رجاج تحته الفرصة يالتو يعرف أنها فرصة على كل حال يعود عنده مشروع الموريتان بأنه يقدمه بأنه يتكلم عنه هذه فرصة وأنا شاكر رئيس الجمهورية ويا غير الشباب يالتو يفهم بأنه هنا تيها نحن ما ندافع عن رئيس الجمهورية بقدر ما ندافع عن الوطن عنك أنت الشاب اللي محروم اللي ما أنا كواصل ما دقت توصل لفكرتك ولا دقت توصل قرارك رأي. آخر سؤال منى أحمد بيقات السلام عليكم الشباب دي الفكرة زينة يا غير المهم اللي بعدها نحن شفنا الصالون التشغيل اللي عاد الرئيس ما رأينا له نتيجة ولا رأينا حد جبرها له وهذا اللقاء نبغى نعرف النتيجة المحتملة أن تخرج منه شنهي ونبغى نعرف كانوا الشباب المرمية كانوا يعانوا مشكلة البطالة والله كان فيكم حد من البطالة والتوفيق إن شاء الله قالت ومن ترمى اللي كان 400 شاب الإلهي تنقبل كان حاصل على الشيء والله حاصل لله المجلس مع الرئيس أولا حاصل ليش نبدأ بنهاية السؤال طيب تماما أنا بالنسبة لي أي شاب وطني قدم ورقة في تصور عن زاد الشيء قدم وطنه وسمعت موريتان كاملة هذا نجاح في حد ذاته لأنه طرح مشكلة وطرح له حل ثانيا فيه نحن منتظرين من رئيس الجمهورية بأنه بعد عرض الأفكار الوثيقة الرسمية بأنه على سبيل المثال يتبنى شمذ المشاريع يتبنى إلى ما قد يتبنى كامل يتبنى منه نسبة وقلنا أنتم الشباب تشوفوا قعدتوا وقررتوا ما يلي أنا عدلت في التذى لين عدلكم ذا لين عدلكم ذا لين شركم في العمل هون الشباب لا يشوف راسه في التنمية لا يشوف راسه في المشاريع وأنا مصور ملي وذا لا حد يتصور شخصي بأنه قدر لا يحصل فيه مشاريع جديدة يعود ربما فيما شباب جديد فيما تياها يا قائد نحن هنا تيانا ما دام حد يتكلم عن شخصه وعود عارف أنه حد يدور مصلحة شخصية من دون مصلحة الوطن وعود عارف أنه ما هو فاهم اللي نحن ماشيين فيه بيدانا نتكلم عن هنا ما نتكلم عن راسي كشومير يقين نتكلم عن طول شومير دي سي بي في العيون وشور ديرك وشور روسو وشور نواذيبو في كل بليده أنا نبقي نجبر حل الوطني ياك الناس تعيش في رخاء ياك الناس تقلل المشاكل لايك كل واحد يقول كلمة أخيرة وسابق ياك تقول أنه كانكم عندكم ميزانية كان أعطاتكم لجمع أعطات الميزانية تحت تصرف تشتغل عليها والله لا من التبرعات منهم والله لا بالنسبة للميزانية نحن كطاقم من نجتمع في البداية عدلنا دراسة للاحتياجات اللي نقدر نحتاجه لها في هذا اللقاء واخترنا أن نطلبها بشكل مباشر بدون أن تعود عندنا إحنا ميزانية سيروها بشكل واضح لذلك ما قبلنا أي ميزانية بغير رئاسة الجمهورية تكفلت بكافة اللي قد يحتاج لهذا اللقاء من شيء وأمنته بدون أن نحن ندخل في الميزانية وتسييرها ضف إلى ذلك بأن الميزانية لا يعد فيها لا هي راقية معناها بأن يكون حد شافه وشاف ذلك لا يعدل لا يستقرب من ميزانية صغيرة جدا يقدر يعدل بها العمل الجبار كامل طبعا نحن استخدمنا وسائل الإعلام واستخدمنا لنوفا التكنولوجي استخدمنا ياس من الأمور يا قير العمل لا يعود كبير جدا مقارنة مع البيجي اللي تقدم لان احنا اخترنا نعطوا مثال اخترنا نقول موريتان انت ما عندك الفضاء موريتان الدوله ما هي غنيه درجه بانها يا غير قعد عندها تعليم ناجح قعد عندها صحه ناجحه ذا هو اللي ندور نحن الموريتان وندور الشباب اللي كيف نحن اللي عنده افكار نقدم به كلمه اخيره نقول عن هذه فرصه تاعها رئيس الجمهوريه الشباب موريتاني عن شباب موريتاني يالتو ذكي ويالتو ايجابي في التعاطي معه ويالتو يفهم انه هو في حد ذاته ضمانه على أنه ما يقدر يخز به أنه شي من الشباب المثقف وشي من الشباب الناضج
وش من الشباب اللي ما يلطو عود تلف زمن يقدو خز بيهم عنه شباب مؤثر في المجتمع. دكتور محمد لقاء ما هو متاح كل الوقت، أي شاب عنده فكرة ذي فرصته ويتوكل على مولانا ويقدمها. أنا شاك أنه ينعود عنده نية حسنة بأنه قدم وطنه دور الله يخلق المعنى إن شاء الله. إن شاء الله. لأن نهاية الحلقة نختتم ببيات قليلة للشاعر الثور الكبير عبد الرازق عبد الواحد. أبشرني. يقول: يقولون هل بعد الملية غاية؟ أجل بعدها ألا تجوع ولا تعرى، وأن لا ترى للشر وجها ولا يدا، وأنك تمسي لا تراع ولا تغرى. أجل بعدها معيارها أن تجيئها مهيبا، وأن تختارها ميتة بكرا، وأن تترك الدنيا وذكراك ملؤها. ذكلتك إن الموت موتك للذكرى، ولو كان بعد الموت موت لعوضت به النفس ما عانت من ميتة نكرى، ولكنه الموت الذي ليس غيره، وإرثك منه لا يباع ولا يشرى. نهاية الحلقة أشكر دكتور يوسف الدكتور محمد جبريل وليت لذرين إن شاء الله، وحلقة جدا برامجكم طابة توقيتكم. الشكر موصول المهندس مدحي. يا المرأة فتحي عني، فتحي عني. أنت عرض شنقيتك؟ سمي تجنيت. أبدأ ما جنيت رأيت حل من فوات الفضة فكرة دي مع سواي عزاكي المحاسب ادخلوا هاي جاي. لا تختك عمايهم هذو بدلاتهم وكلهم قاعد عليها لا التلفين، شوفي دبالي هذا المعدلي. سواي عزاكي ذي شني هثرها؟ ساعات الزاكي عرض معدلته شنقيتن فيها أخمس سوايع وعشر سوايع وخمسة عشر ساعة وخمسة وعشرين ساعة للأسرة كاملة وللناس اللي تشتغل، وكل حد يبقي يحدد استهلاكه الشهري. خمس سوايع تلفين العلاش وبكم تعدل؟ خمس سوايع اللي عندك ثلاثة منها تلفني بها على خطوط شنقيته الكاملة، وساعتين تلفني بها على الشبكات الوطنية كاملة، وهذا كامل عقبته 50 SMS اللي بخمس تلاف ومئتين وقية للشهر. أيوة لعدت ندار عشر سوايع. عشر سوايع بتسع تلاف ومئتين وقية للشهر، 15 ساعة ب 12200 وقية للشهر، 10 سوايع منها تلفني بها على شنقيتل، وخمس سوايع منها تلفني بها على جميع الشبكات الوطنية، ومع ذاك 150 SMS 25 ساعة لا 21200 وقية للشهر. أنا اللي عندي موريتاني ما قد استفاد من ساعة زاكي. أصلا قد تستفادي منهم شنقيتل ما هي مزمقة حد، هاو السوايع يقد يستفاد منهم جميع مشتركي شنقيتل الزاكي وموريتاني. شنقيتل سفري كلا تلالي تبانجي ندوغل شنجيتال لجنتنا بيبو جفي جفي تيوالو جوكو قنانتو لنجيرو سبقا تنجن خيرين دين قباري شنجيتال داك عنيغات ألا هي الحق شنجيتال حلت مشاكل ذلي قالوا الاتصال. ساعات الزاكي وموريتاني صالحة لمدة الشهر. سهرة توك.